المادة 67 من الدستور المصري تكفل حرية الإبداع الفني والأدبي وتلزم الدولة بالنهوض بالفنون والأداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. فهل يحق للمؤسسات الدينية التدخل في حرية الإبداع الفني؟ المؤسسات الدينية ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بالإبداع. المؤسسة الدينية لها حق واحد، ليس لها حق المنع والمنع، ولكن عليها أنها كما قالوا كده اللي هيروح فيلم نوح ده معصية، وأنا صاحب رأي وصاحب قرار أروح أخذ المعصية ولا ما أخذهاش، لكن مش أنت اللي هتقولي لأن أنت لست وكيل الله على الأرض. الدور اللي بتلعبه المؤسسات الدينية في تقييم الأعمال الفنية يقحمها بشكل أو بآخر فيما لا علاقة لها به، وده بيعمل حاجتين: بيخلي بعض الناس تتصور أن هذه المؤسسات إيد للدولة تبطش بها حينما تريد، والبعض الآخر يتصور أن الدولة بتستخدم هذه المؤسسات ورجال الدين في فرض مزيد من هيمنة النظام أيا كان هذا النظام في أي مكانه زمان. حرية الإبداع ومستقبل الرقابة على الفن في مصر هو ما ناقشته ورشة عمل بحضور عدد من النقاد والإعلاميين والمنتجين. أنا شايف أنه حرية الإبداع مش ضد الدين إطلاقا، بالعكس أنا شايف أنه الدين مش بس الدين الإسلامي، كل الأديان السماوية دفعت الإنسان أنه يعمل عقله ويفكر ويعمل خياله، فأنا شايف أنه حرية الإبداع مش بتتعارض مع الدين، بالعكس أنا شايف أنه الدين بيدفعنا لأن يكون لدينا خيال ويكون لدينا عقل يفكر. كل مبدع من حقه أن يبدع، والجمهور من حقه أن يشاهد أو لا يشاهد، أن يقرأ أو لا يقرأ، فبالتالي المفروض أن نحن ما ندخلش الدين في جملة مفيدة في هذا الموضوع. الحرص على الابتعاد عن فكرة المصادرة والمنع وفصل المؤسسات الدينية عن تقييم الأعمال الإبداعية هو ما أوصت به ورشة العمل. بسنت إبراهيم، ممكن. أهلا وسهلا بحضراتكم. يعني كأن فات اليوم أو الأسبوع كده، وكأننا بنكمل حوارنا اللي بستمتع بيه جدا، وبيبقى عندي حالة مختلفة عندما تكون حالة حوار راقية، ويا بختك لما تبقى قاعد مع علماء دين ومع شباب مبدع. اليوم الجزء الثاني من حوارنا حول علاقة الدين بالإبداع، هل هي علاقة متصادمة أم أنها علاقة حوار؟ وصلنا إلى مجموعة من النقاط التي يمكن أن نبدأ منها اليوم. سأترك لضيوفي الأعزاء تلخيص أو قراءة لما مضى باختصار علشان نقدر نبني عليه، بس احنا عملنا حاجة النهاردة مختلفة في الحلقة. وضيف العزيز اللي انضم إلينا بدلا من فضيلة الدكتور أسامة الأزهري اللي مريض وبندعو له جميعا بالشفاء، فضيلة العالم الجليل الدكتور محمد وسام أمين الفتوى، مدير إدارة الفتوى المكتوبة. هرحب بحضرتك أولا علشان انت ضيفنا النهاردة لأول يوم متطل معنا، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. هو اقترح احنا ليه إذا كنا بنتكلم على أننا واحد ومش فرق ومش قصاد بعض، ليه قاعدين في جبهتين؟ فعملنا القعدة سيدي الحبيب علي جفري، أهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا والحمد لله بالسلامة. بارك الله فيكم. الروائي والكاتب الأستاذ طارق إمام، أهلا وسهلا. الفنان الكاريكاتير المعروف أنديل محمد أنديل، أهلا وسهلا. فضيلة الشيخ مرة تانية الدكتور محمد وسام، أهلا. الإعلامي والفنان صديق العزيز إبراهيم الجرحي، أهلا وسهلا. حبيبي أهلا وسهلا، نورنا. أهلا بحضرتك. سيدي الحبيب، من أين نبدأ؟ أين انتهينا؟ الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه، وبعد، في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يمن بالشفاء العاجل واللطف الشامل لأخي فضيلة الشيخ أسامة الأزهري، اللهم من عليه بشفاء عاجل ولطف شامل، فقد أجهد نفسه بعد أن كان لديه نزلة برد، وذهب وسافر لحضور مؤتمر عن القدس في الأردن ثم عاد وهو منهك، فما استطاع الليلة أن يأتي، ولكن أكرمنا في هذه الليلة بوجود سيد الشيخ محمد وسام. وبالمناسبة صاحب الاقتراح أولا هو الأخ محمد قنديل أنديل بين قوسين. ده من المرة اللي فاتت أنا ما سمعتوش. لا لا، أنت لم تسمع، لكن نعم. أنا أخطأت في كيفية ربما لم أحسن تبينها لك. هو أول من اقترح هذه الفكرة، نعم. واحتج أنه لما اقترح هذه الفكرة لم يلتفت إليه، فلما جاء بعد ذلك ودخل الشيخ محمد وسام ولم يكن قد سمع اقتراح أنديل،
فأخذ بها قال شوفوا نحن ما تأخذوا برأينا وهؤلاء تأخذون برأيهم. هو أنت عايز تسوي نفسك برجل دين. أيوة بالضبط. أيوة. وهو ده صلب الخلاف. وهو ده موضوع موضوع الخلاف. انتهى بنا المجلس في المرة الماضية إلى تحقيق نجاح كبير بتوفيق الله في الهدف الأول والأساسي منه، وهو ردم الفجوة المتوهمة بين طلبة العلم الشرعي والدعاء إلى الله عز وجل وبين الشباب المبدعين، التي ذكرنا أنها كانت عبارة عن جبال من ورق، كان كل طرف يظن أنه لا يمكن أن يتفاهم أصلا مع الطرف الذي أمامه. نعم. وأعتقد أن جميعا خرجنا، وإن كنت مخطئا فصححوني، خرجنا بنتيجة طيبة للغاية، أن صعوبة القدرة على التفاهم والحوار كانت وهما، ربما شارك في إيجاد هذا الوهم تطرف في الجانبين، أعطى الشعور بأن لا لقاء. لكن بقي الجزء الثاني أو المقصد الثاني من الحوار، وهو الذي انتهينا فيه، الجزء الذي انتهينا منه فيه في الحلقة الماضية، أن الفقير إلى الله وجه سؤالا إلى الشباب، هل أنتم مع فكرة منع عمل إبداعي من خلال القنوات الصحيحة كالقضاء بسبب تقرير من مركز حقوق الإنسان، مؤسسات حقوق الإنسان أو مؤسسات حقوق الطفل أو أضاف قنديل حتى الحيوان، أيا كان فيما يتعلق بحقوق الإنسان؟ فكان إخواننا قالوا نعم، لكن بقنواته الصحيحة ليس من خلال السلطة التنفيذية. ثم وجه إلينا أخي محمد قنديل أو أنديل سؤالا مفاده، هل ترون أن الأصل في ذلك هو يعني تنمية الوازع الشخصي عند الإنسان في قرار في اتخاذ قراره بنفسه، وجود القدرة على تمييز، أم أنها المنع؟ قلنا لا. قال الشيخ أسامة في الحلقة التي مضت، لا، الأصل هو أن يكون الوازع شخصي عند الإنسان، وإنما جعلت صلاحية المنع في أضيق الحدود لحماية هذا الوازع عند الإنسان، والذي اتفقنا أنه إن جاء بقنواته الصحيحة فلا إشكال فيه. تقريبا هذا ملخص ما. نعم. أنديل أسمع من وجهة نظرك برضو علشان يبقى قدمنا وجهتي النظر في قراءة ما مضى. هو يعني أنا كمان بصراحة شخصيا استمتعت جدا بالحوار، واستمتعت بقدرتنا على أن احنا نستكشف الخلفيات اللي احنا كلنا جايين منها ووجهات نظرنا، واستمتعت بقد إيه كلنا كنا يعني عايزين نسمع أكتر ما احنا عايزين نقول يعني اللي عندنا، وسعيد بوجودي هنا النهارده بالرغم من صعوبه يعني المجيء، بس يعني انا بشكرك جدا. انا عارف انك كنت في كفر الشيخ وكان عندك ظرف اضطراري، ولكن حرصت على المجيء بس ان شاء الله يعني الجلسه يعني تستحق، وانا سعيد بوجودي في وسط كل الناس دول. عايز بس يعني برضو كده سريعا اقول يعني شويه انطباعي عن الجلسه اللي فاتت، ان هو انا يعني حابب بس ان احنا نحاول قدر الامكان نتجنب ان احنا يعني انه المسكوت عنه، او ان احنا يعني ندخل في صلب المشاكل اللي ممكن تكون هي فعلا سبب الازمه، لانه اعتقد ان احنا يعني كلنا دلوقتي خلاص فهمنا انه ما فيش بيننا وبين بعض التوجس بتاع انه انت رجل دين فانت اكيد عايز شايف ان انا كافر، وانت فنان فانت اكيد شايف ان انا متشدد وعايز احرمك من حرياتك ومش عارف ايه. وخلينا نحاول نتعمق اكتر في ان احنا نوري لبعض نوعيه المجتمع اللي احنا عايزينه شكله عامل ازاي. وعشان كده هو ده السؤال اللي انا ختمت بيه المره اللي فاتت، اللي هو هل احنا عايزين مجتمع ناضج في كل انسان وكل اب وكل ام وكل شاب بيفكر قبل ما يتخذ اي قرار اخلاقي، ان هو هل انا اقدر استحق ان انا اعمل في نفسي كده، هل انا استحق ان انا اشاهد هذا العمل، هل انا استحق ان انا اعمل ده، وياخد هو بنفسه القرار ده، ويكون المجتمع بالكامل عنده الروح دي وعنده الطريقه دي في التفكير بتاعته انه انا استاهل ان انا اختار لنفسي، ولا احنا عايزين يكون عندنا هيئة أو كيان أو أب من أي نوع هو اللي بيتولى المسألة المسؤولية دي، وبدل ما أنت تتعب نفسك في أنك تفكر هل ده ينفع ولا ما ينفعش، أنا بفكر لك وبختار لك وبقول لك أنت تعمل وأنت ما تعمل. أنت بتشوف فكرة المؤسسات أب، ولا أنت الأب بالنسبة لك هنا بس هو رمز الدين أو المؤسسة الدينية أو رجل الدين؟ يعني لما بتقول لأب، ما احنا لما بنتكلم عن مؤسسات هي بتقوم بهذا الدور، فأنت مشترك المجتمع، المجتمع ده أفرز مؤسسات، المؤسسات ده بتقوم بدور رقابي وتنفيذي، هل أيوة. انت رافض هذا النوع من الأبوة أيضا، بترى ان دي أبوة؟ انا رأيي انه اذا كان في انسان بيرى في رجل الدين مصدر إلهام ومصدر للنصيحة ومصدر لان هو بيعرفه الطريق القويم منين، ده اختيار شخصي. الانسان ده شيء جميل جدا ان هو يكون عنده شخص زي ده يحطه في مكانه الاب، يحطه في مكانه المرشد، سوري على كلمه المرشد، يعني يحطه في مكانه اي مكان هو عايز يحطه فيها، كصديق
ده اختيار شخصي، انما ان انا اطفي الطابع ده على مؤسسه، مؤسستي ما هياش شخص عشان يتعامل معايا بابوه. المؤسسه دي هي كيان مطلوب منه مهام محدده بيمارسها بطريقه منظمه وبيروقراطيه. قنديل المؤسسه دي هو ده كان سؤالي. اعتراضك وشايف فكره الابوه المرفوضه دي هي المؤسسه الدينيه فقط ولا طبعا. اي مؤسسه في الدوله أي مؤسسة. لا علاقه بالرقابه على الابداع. اي مؤسسه في الدوله بتمارس اي نوع من انواع الرقابه او اي نوع من التحكم في قرارات الناس انا ضد ده بالتحديد. احنا النهارده بنتكلم واحنا مجموعه من الفنانين ومجموعه من رجال الدين، فهو دي المؤسسه اللي احنا موضوع حلقتنا النهارده. ممكن يكون هو ده السؤال، هل احنا شايفين ان المؤسسه الدينيه بتمارس نوع من انواع الابوه او نوع من انواع الوصايه على المجتمع ولا لا، ونطرح ده للنقاش ونشوف هل الاخوه الاعزاء. بس انت وسعت، انت خرجت من اطار المؤسسه الدينيه الى اي مؤسسه، وده بيهدم ما انتهينا اليه. اذا كان لا ما هو ده موضوع الحلقه. طيب انا عموما كمبدا انا ضد ان المؤسسه تمارس اي سلطه على الناس، سلطه فيها تحصيل. اقصد ان احنا لما انتهينا الحلقه الماضيه كانت وجهه نظرك انت وطارق اذا كان هناك مؤسسات بشكل قانوني بتاخد مثل هذا القرار فنحن نحترمه. انت الان بتقول لي في حاله برضو وقتها كنا بنتكلم في حاله الجرائم او حقوق الانسان او انه في انتهاك لحقوق او انه في حد متضرر، في حد شايف ان في حد عمل فيلم عن قصه حياته مثلا بدون ما يرجع له، فبيلجا للقضاء بيقول الناس دي فضحتني او الناس دي سببت لي في اذى، فبيلجا للقضاء والقضاء بيمنع هذا الفيلم حفاظا على حياه هذا الشخص او حفاظا على مقدراته. انت هنا منحاز، وطارق هيشترك معايا بقى، انت منحاز هنا الى شخص تضرر، لكن في حاله المجتمع فكره قياس ان المجتمع تضرر مين اللي يقولها؟ فالمجتمع هو الذي يتعامل ككل بالظبط في مواجهه هذا الخطر بشيوخه وبمفكريه وبعلمائه وبمثقفيه وكل الناس وفنانيه كلهم يقعدوا مع بعض ويفرزوا في الاخر راي المجتمع العام، الرأي العام بتاع المجتمع في هذا. طيب هي طب يعني انت وسعت الدائرة قوي، فعلشان يقعدوا مع بعض، فاللي بيقعدوا مع بعض محتاجة آلية، فمحتاجة لا مش يقعدوا مع بعض، من خلال ان كل واحد بيعبر عن رأيه وكل واحد بيطرح رأيه ده في الصحافة وفي الإعلام وفي كتاباته وفي كل حاجة، وفي النهاية بتكون عندنا رأي عام. طيب بس انا عايز اروح لطارق بطريقة اخرى واسألك، المبدع مرتبط بالمكان ولا المبدع حر في اي مكان؟ بمعنى طارق إمام بيكتب رواية وهو مواطن سعودي وعايش في المملكة العربية السعودية أو في الإمارات أو في مصر، هل المبدع أحيانا بيراعي طبيعة المجتمع؟ فلو أنت في المملكة العربية السعودية وأنت البطل بتاع روايتك، أنت كان لك بطل مثلا شاذ جنسيا، فأنت عارف أن هذا المجتمع ومؤسسات الدولة وكله هترفض هذا، هل أنت شايف أنك برضو لا أنا حر وعلي أن أفعل ذلك، ولا بيبقى عندك أنت رقابة داخلية حسب البيئة والمناخ والمجتمع والعادات والتقاليد اللي بتعيش فيها غير لما تكون عايش في أوروبا مثلا؟ تمام. هو طبعا يعني مثلا هنتكلم مثلا حتى على نموذج زي السعودية تحديدا، في كتاب في السعودية مثلا بيكتبوا نماذج أدبية وبيعيشوا برا السعودية، يعني ما بيسمح لهمش مثلا ان هم يكونوا موجودين في او بيحصل جدل طبعا كبير. نعم. يعني فطول الوقت وفي كل مكان في العالم بالمناسبه، يعني هي مش بس في مصر والعالم العربي، لا في كاتب برتغالي زي ساراماجو مثلا حصل مشكله مع الفاتيكان واعتبروه يعني بيكتب الحاد وكده ويعني وعاش فترات بره بلده، يعني فالمساله مش مرتبطه بس بالمجتمع ده دون الاخر، لكن الاحتقانات بتبقى واضحه اكتر في المجتمعات المحتقنه اصلا، يعني اللي هي عندها المشكله اصلا اكبر. من وجهة نظري هو في شيء احنا بنتفق عليه، او يعني انا شخصيا بحدده لنفسي وانا بكتب، هل انا هي روايتي عن مثلا اللي حضرتك ذكرتها عن شاعر شهير اسمه يعني قسطنطين كفافس وكان عايش في الإسكندرية، هل انا لما كتبت الرواية دي كنت عايز ابرز حتة انه مثلا في شذوذ علشان ادعو المجتمع، او علشان انا شايف انه يجب ان المجتمع يكون شاذ جنسيا، او ان انا او يعجب بهذا او يعجب بده، هل ده هدفي مثلا بضرب مثلا هذا شكل من اشكال الاستقرار مثلا او السواء الجنسي، ولا انا من خلال ده ببرز مجموعه معاني وافكار وحاجات تخلي التفصيله دي وحضرتك بتقراها مش هي الموضوع. لذلك انا دايما بقول مثلا ان في فرق بين الصدمه الفنيه والصدمة الأخلاقية. بمعنى نعم. إيه؟ أنا ممكن يبقى في شيء أخلاقيا حضرتك ترفضه، بس لما تقراه في رواية ما يعني ما تنزعجش منه، أو تبقى فاهم أن ده جزء من مجموعة حاجات أنا بقدم فيها أفكار. طب أنا عايز بس أوضح نقطة صغيرة علشان ما يبدوش كمان أن أنا بأمارس نوع من النقد.
انا فقط اردت ان اضع النموذج في البيئه اللي انا تحدثت عنها في السعوديه مباشره ليس خارج هذا الاطار، لكن قصدت المبدع هنا انت وانا كان سؤالي وانت تعيش في هذا البلد مش بره البلد. نعم اعرف كتاب سعوديين بيكتبوا اعمال ومتمردين وعندهم رؤيه مختلفه تماما، المجتمع ما هيقبلهمش فهم بره. لا انا بسالك انت داخل المجتمع، هل المبدع يستطيع ان يخضع احيانا لتقاليد وعادات مجتمع ويمارس ابداعه، ولا كده بتكون دايره الابداع قفلت؟ هو في الحقيقه المبدع اصلا في حاله جدل طول الوقت مع مجتمعه، يعني انا ما اقدرش اقول ان انا بكتب حاجه مثلا هتصطدم بالمجتمع، لان انا ما هو برضو حتى فكره ان انت بتصطدم بالمعنى ده بتدي ساعات احساس ان انت ايه كانك من كوكب اخر. لا هو في حاله جدل انت بتجادل مجموعه من المعطيات في مجتمعك، احيانا بتبرزها بشكل ما، فممكن ده يقول لك طب ما هي دي مثلا شريحه انت بتبرز ده في عملك ليه، لان ده في شريحه، لان دي مشكله موجوده. والا مثلا لو عملنا عمل مثلا عن الطار فالناس هترفض، لانه يعني انا مثلا لما اكتب روايه مثلا عن بطلها سفاح، انا عندي مثلا روايه البطل مثلا بيقتل تحت ضغط، يعني تحت تصور ما ان هو كده بيخلص الناس وان هو مخلص مثلا. طيب ما هو في تفصيل، ما هو كاركتر السفاح ده ما هو موجود في مجتمعك، وانت في الحقيقه مش بتعمل ده عشان تخلي الناس سفاحين قد ما انت بتحاول من خلاله تقرا واقعك وتقف على مشاكله. يعني اقصد ان انت برضو هدفك انك تبني من خلال ده او تفتح جرح علشان نبدا نتناقش حواليه، ما يظلش مسكوت عنه على الورق بينما هو مفتوح في الحقيقه في كل شارع مثلا. بس ابراهيم انت المره اللي فاتت اتكلمت عن ان مواجهه الابداع بالابداع، ولكن في لحظه من اللحظات انحست الى اتخاذ قرار بالمنع او بالرقابه، صحيح التدخل. فكره المبدع هنا انا حميز زي ما بين مبدع حقيقي، لان الصياغه اللي بنتكلم بيها نحن نتحدث عن مبدع لديه رؤيه ولديه قيمه بيرسخها ومعنى، وحد بيعبث وحد بيرى. كان في انواع من الكتب واحنا صغيرين كنا بنقراها، كانت كتب مثيره جنسيا جدا وبترضي خيال المراهقين وبترخص لها وبتتباع في الشوارع وبتتقرا ايضا. بيظل هنا مين الرقيب؟ يعني المجتمع والابداع يواجه الابداع، ام ان لابد ان تكون هناك جهات تفرض نوع من الرقابه معبره عن هذا المجتمع؟ من كلام انديل والكلام اللي اتقال يبدو لي انه يعني المطلعين بمهمه الابداع معتنقين فكر فردي، انه الانسان يقرر لنفسه بنفسه ويختار ما يشاء. المؤسسه الدينيه بالتاكيد لازم تكون على النقيض من ذلك، لان هي مؤسسه تقوم بالذات المؤسسه الدينيه الاسلاميه تقوم على دين جماعي، كل ما يحدث فيه يخص الجماعه ويهدف الى مصلحه الجماعه. الانفراديين اللي هم يعني معتنقين فلسفه فرديه، اللي هو الفرد هو اللي يقرر ومش من حق مؤسسه، برضو ممكن الافراد من طرفهم يقرروا ان هم يشكلوا مؤسسه تطلع بعمل ما في هذا المجتمع، وده اللي حصل في كل حاجه. هناك مؤسسه للشرطه، هناك مؤسسه للقضاء، هناك مؤسسه. الازمه اللي احنا بنتكلم فيها يعني بالاجمال وفي العموم هي انه في مؤسسات بتقوم بادوار غير ادوارها الحقيقيه، بمعنى انه ممكن مؤسسه دينيه تشترك مع السلطه التنفيذيه بتواطؤ او بتكاتف او بتعاون ما، ويمنعوا عمل ما ويقوموا بدور السلطه القضائيه. هنا التجاوز، حضرتك السيد الحبيب سأل المره اللي فاتت، تقبلوا من خلال القنوات الشرعيه؟ اعتقد انه ما فيش حد ضد ان المجتمع يحمي نفسه بآلياته، هو له آليات. لا اعتقد ان في حد ضد، ما هو هل هتوصل عند نقطه مثلا تقول ان الشرطه ليس لها حق ان هي تقبض على مجرم وله اختيار ان هو يعمل كذا وكذا وكذا؟ المجتمع بيقرر. لا ده موضوع تاني. المجتمع بيقرر بانفراد له قرارات جماعيه، زي ما الافراد ليهم قرارات فرديه المجتمع ايضا له قرارات جماعيه تصب في الصالح. انا اسف، بس المجتمع قراراته الجماعيه دي بتتاثر تاثر شديد بآراء المفكرين في المجتمع دول على اختلاف مذاهبهم، فبيتأثر برأي الشيخ وبرأي الفنان وبرأي الكاتب وبرأي كذا ورأي كذا. فلو أنا في رأي من دول أنا بقمعه أو بمنعه، فبإذن رأي المجتمع في النهاية ما هوش معبر عن كل ما في المجتمع. اسمح لي أكمل الجزء ده، لأنه أعتقد أنه هو ده قلب الخلاف. ليس من حق المبدع
وأنا أدعي أن أنا واقف في هذا الخندق، ليس من حق المبدع أن يفرض على المجتمع فلسفة هو يعتنق. هذا المبدع يعتنق فلسفة فردية، أنه إحنا بنتجه لمجتمع الفرد فيه هو الوحدة. تمام؟ أنت بتقدم إبداع وبعدين بتشد خط، والمجتمع له رأي في هذا الإبداع. المجتمع من حقه يقرر هو هيتعامل معاك فرادة ولا جماعات، وطبعا عشان يفرض سلطة يقدر يحمي بيها نفسه ويحمي بيها أولاده ومستقبله ويشكل الحياة الحاضرة والمستقبلة على أساس وجهة نظره، هيكون مؤسسات. وطبعا المؤسسات دي هتبقى أقوى من الأفراد، الأفراد المبدعين. إذا كان هناك طيار ما بيعتنق الإبداع وفي نفس اللحظة بيقتنع بيعتنق فلسفة فردية هدفها أن هي تقسم المجتمع لأفراد وحالات، 100% المؤسسات ستتصدى ليها، خصوصا المؤسسة الدينية التي تعتنق فكرة أن احنا مجتمع جماعة بشرية، وهذه الجماعة البشرية لها أدوار ووظائف. فإحنا في صراع ما بين الفرد والمجموع، مش في صراع ما بين بس مؤسسة وفرد بيعمل شيء ما، وهو ده أعتقد وجه الخلاف الرئيسي. وأعتقد برضو في النهاية أن المجتمع هينتصر، لأنه أكثر تكاتفا وتماسكا، ولأنه التيار الجماعي ده في الغالب هو اللي بيكسب في الآخر. ودي مش هزيمة، بيكسب بحكم القوة ولا بحكم الحق؟ بحكم الجماعة، بحكم الجماعة. ألا يمكن يعني أن تكون الجماعة أحيانا على خطأ؟ الجماعة معظم الوقت على خطأ. الجماعة معظم الوقت على خطأ، ولكن يد الله مع الجماعة. نعم. يعني مش بس دينيا وشرعيا، فلسفيا كمان يد الله مع الجماعة. تضحك ليه؟ اصطلاح المجتمع على شيء ما بينشئه حقيقة. نعم. يعني العرف العام وقوة المجتمع بتنشئ حقائق، من ضمنها القانون مثلا. يعني احنا بنقول ومن خلال القنوات القانونية، ما ده عرف عام نشأ في الأصل باتفاق. من أصل الفلسفة، من أول العقد الاجتماعي لنشأة القانون لنشأة مؤسسات الدولة، كلها اتفاقيات جماعية. والدين وخصوصا الدين الإسلامي بيجي on top of all this كده، على قمة كل ده، مؤسس لفكرة الجماعية. الصراع الجوهري بين الكلام اللي حضرتك بتقوله والكلام اللي بيطرحه أو بتطرحه أي مؤسسة في الدنيا، هو هل أعيش فردا حرا في اختياراتي، ولا أنصاع لقوة المجتمع، ولا المجتمع يفعصك. قبل ما ترد عليه يعني قبل ما ترد عليه هرجع لك تاني، بس علشان لسه ما فتحناش دوائر الكلام الجماعية. الدكتور محمد وسام أول مرة ينضم إلينا، أنا مش عايز أطرح سؤال، أنا عايز أسمع وجهة نظر حضرتك فيما نطرحه. كيف ترى؟ ما هو الانطباع الذي لديك؟ هل حضرتك بوصفك عالم دين غضبان وحزين على شباب المبدعين وطريقة تفكيرهم؟ هل مبسوط من هذا المنهج في التفكير وشايف ان هذه الطريقة في الحوار هي المجدية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة أنا أرى في هذا النقاش إثراء للحركة الفكرية المجتمعية، وأرى أنه أقرب إلى بعث التكامل منه إلى افتعال التصارع. أنا لا أرى تصارع. جميل، يا ريت تعيد العبارة هذه الشيخ. أنا نسيتها. بس هي كانت كويسة. أقرب إلى بعث التكامل منه إلى افتعال التصارع. جميل. يعني أنا أرى أن هناك مستويين، مستوى الإنسان من حيث هو مخلوق خلقه الله تعالى ليكون خليفة له في أرضه، وأودع فيه من الطاقات اللانهائية. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ وبين الاجتماع البشري تماما كالدائرتين اللتين هما العلم الذي يدعو المسلم دائما ربه أن يزيده منه، والذي فتحته الشريعة في كل أنماطه وأنواعه وفروعه بلا حدود، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وبين الممارسة المجتمعية التي تحكمها قوانين الاجتماع البشري. نحن لسنا في بداية الخلق حتى نتكلم عن الإنسان الذي يعيش وحده ويفعل ما يشاء، نحن في مجتمع له مؤسسات منفصلة ومراكز قوى مختلفة، مجتمع صاحب حضارة قديمة، مجتمع قبل كل الأديان السماوية مرت عليه بترتيبها وترتيب نزولها، بدءا من
الديانة اليهودية والديانة المسيحية والديانة الإسلامية، واستطاع أن يكون نسقا مفتوحا لكل هذه الأديان، واستطاع أن يعيش في تعددية حقيقية بهرت العالمين، ولم يفطن أهله إلى ما عندهم من الكنوز، هذه التجربة الفريدة الرائدة، إلا عندما رأوا فكرا تشدديا نغص عليهم حياته. نعم. فنحن الآن نبحث في إعادة الشخصية المصرية الحقيقية التي هي الوجه الآخر للشخصية الوسطية الأزهرية، الشخصية التي نرى فيها شيخ الإسلام المراغي يأتي إلى البابا في عيده ويهنئه ويقول له خد ابني علشان تباركه يا نيافة البابا، هكذا بكل أريحية وبكل قبول للآخر وبكل عقلية متكاملة تعرف الفرق بين التمسك بالهوية وبين قبول الآخر والتعاون في المشترك والانطلاق بهذا الوطن إلى التنمية، وأنني لن أعيش وحدي، وأنني في هذا الدين الذي أعتنقه لست مكلفا أن أسيطر على عقائد الناس، وإنما أنا مكلف أن أسوس الخلق بما يصلحهم. ومن هنا قال ابن القيم حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. المسألة لا أرى فيها تصارع، أنا أرى تكاملا في كل الكلام الذي دار حتى الآن. بس أنا سمع أنديل جوه نفسه ما قالش يعني فيما يصلحهم دي بمعيار مين؟ معيار الدين مختلف عليه من العلماء في طريقة التعامل والتفسير والتوجيه. فإذا سبنا نفسنا لمجموعة يمثلون تيارات دينية مختلفة، ففين الصالح هنا وحسب وجهة نظر مين؟ وهل الصالح في نص همشي عليه فيبقى كتاب عليا وعلى العالم، ولا هيجيلي حد سلفي أو جهادي أو أزهري أو من أي تيار من التيارات يفسر هذا النص عليا فيبقى ما هو بيتكلم باسم الدين؟ كلامه صحيح وتفكيره الذي الذي كشفك الله به ده صحيح، صحيح عندما ننظر إلى الدين على أنه تيار، تيار كلمة تيار دي داخلة في المجال والرأي. فرق بين أن أتعامل مع الدين على أنه علم له منظومة علمية كما أتعامل مع الطب سواء بسواء، وبين أن أتعامل مع التدين الذي يدلس فيه من يحاول أن يصل إلى ما يريد عبر أغراضه هو بما يقوله وما يسوقه من حجج هي في الحقيقة تخرج عن دائرة العلم، وهذا ما رأيناه وما علمناه. ولذلك هو لا يستطيع أن ينكر على الطبيب أو الكونسلت الطبي عندما يصدر قرارا معينا في إجراء عملية أو عدم إجرائها، لا يستطيع أن ينكر عليه ويقول بدعوى أنني إنسان أفعل ما أشاء. بس هو هيقول لحضرتك الكونسلت يقول إن لازم نعمل لك عملية وإلا هتموت، هيقول لك أنا من حق أقول له لا أنا عايز أموت مالكش دعوة بيه، ما تعملش العملية. ومن الذي أنا بنوب عنك كويس يا أنديل؟ هايل. طيب تمام. جميل جدا. ومن الذي ألزمه وهديناه النجدين؟ نعم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن فأنت لم أبعث عليه رقيبا. حضرتك عايز تقول له هنا ابدا زي ما انت عايز، بس انا بقول لك اللي انت عامله ده مش عاجبني او ارى فيه الصح والخطا كذا وانت حر. نعم. طيب انا عندي تعليق بس بعد اذنك. طب يكمل كلامه بس. ولكن في مؤسسه، في مؤسسات، نعم، في مجتمع تحكمه قيم، هذه المساله. مجتمع يسالني انا كدار الافتاء ما رايك في هذا العمل، هل فيه ما يخالف او ما يتعدى الخطوط المجمع عليها في الشريعه، فبقول له لا او اه. وهنا يأتي دور التكامل. لست أنا كرجل دين أو كمؤسسة دينية الذي يمنع أو يفعل، أو لست سلطة دينية. نعم. إنما هي سلطة أدبية، الناس يحبون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويرون في أنني أفهم مراد الله ورسوله، فإذا ما سألوني وأجبتهم بما عندي من علم فهل ينكر علي أم يراد مني أن أكتم الذي علمني الله إياه؟ طيب سؤال وجيه. طيب ممكن اعلق بس تعليق بسيط على فكره، تعليق بسيط لسبب بعد الفاصل انا هسمع سيد الحبيب وبعدين اطلع فاصل ونرجع نفتح الحوار جماعي. اتفضل. هو تعليق سريع بس على فكره السلطه الدينيه، طبعا الكلام اللي حضرتك قلته ده عظيم، انه الناس يحبون الله ورسوله لما بيجدوا ان حضرتك يعني قادر على تفسير ما يصعب عليهم بيسالوا حضرتك وحضرتك بتفتيهم. وده شيء موقف يبقى رائع جدا لو انا مثلا مخرج او فنان او شخص على
مشارف ان انا اعمل عمل فني، فانا والله يعني مش متاكد اذا كان العمل ده هيخليني مؤمن او مسلم كويس ولا لا. فعندي تساؤل، فبروح لفضيله الشيخ وبقول له والله انا عايز اعمل فيلم عن سيدنا نوح، فهل ينفع ان انا اعمل فيلم عن سيدنا نوح؟ فقال لي لا والله لو عملت فيلم عن سيدنا نوح هتكون عليك ده 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 ما يصحش، ما ينفعش في الاسلام، حرام او حرام. فانا ساعتها بختار والله هل انا قادر على تحمل عاقبات هذا الحرام؟ لا انا مش عايز اعمل حاجه حرام، فانا مش هعمل الفيلم ده. انما لما يجي واحد خلاص عمل الفيلم ولم ياخذ رايي وليس سلطه المؤسسه الدينيه وعمل الفيلم وانتجه ونزله، وفي مش هو بس اللي عمله يعني في فريق كامل اشترك في الفيلم ده ونزل، فتقوم الرقابه او وزاره الثقافه او ايا كان تقول للازهر ده في فيلم عن سيدنا نوح، فالازهر يقول لهم لا الفيلم ده حرام. طب خلاص يا جماعه احنا منعنا الفيلم لانه الازهر قال ان الفيلم ده حرام. هل مثلا الرقابه مين اللي منع الفيلم هنا؟ الرقابه. هل الازهر مستنده هل هناك في القانون ما يجعل مؤسسه الازهر ملزمه لوزاره الثقافه؟ يعني وزاره الثقافه بتسال كراي الازهر الشريف هل تبيح تجسيد الانبياء على الشاشه؟ فبيقول لك انت في مصر ما ينفعش ده. فجاي فيلم هم هيبيحوه او ده محتاج قرار من وزاره الثقافه. فبتسال مؤسسه الازهر انت دينيا شرعيا انت بتبيحي ده؟ تمام. قال له لا. طيب فقال انت حر. قال له لا. فهل كده مثلا وزاره الثقافه هتشيل من حقها تعرض الفيلم؟ وهل وزاره الثقافه هتشيل الوزر؟ مبنى وزاره الثقافه هيخش النار؟ وزاره الثقافه دي مؤسسه. أيوة. زي ما الازهر المفروض ان هو مؤسسه مش شخص، مش شخص بيخطئ ويصيب، مش شخص بياخد حسنات وبياخد سيئات، ده شخص بينفذ عمل. فهنا لما الازهر بيديله هذا الراي الديني فبيتصرف على بناء على هذا الراي الديني، هو كده بيمارس سلوك بشري. المؤسسه بتمارس سلوك بشري وبتدي رايها دوت علشان المجتمع. يعني لما اتحاد الكره بيبعت لوزاره الداخليه وبيقول له ده موضوع تاني. لا طب ثواني ما انا جاي لك. ما هو راي استشاري برضه. وبيقول له هو انا لو سمحت بجمهور ممكن تحصل مشاكل، فوزاره الداخليه بترده بتقول له ايوه ممكن تحصل مشاكل، فاتحاد الكره قرر السماح بدخول الجماهير، انا اللي قررت وانا متحمل المسؤوليه. لا ده اسمه هنا مش مبنى، هنا مؤسسه الدوله. ده اسمه تخليص ورق. تخليص ورق بمعنى ان انا عايز اخلي مسؤوليتي من انه في حاله حدوث مشاكل انا والله العظيم انا كوزاره ابدا حفاظا على امن المجتمع ده، يعني مش ممكن يبقى وارد. بكل حسن نيه هو الغرض منه هو حفاظ على امن المجتمع وحفاظ على اخلاق المجتمع وعلى كل ده، ولكن في النهايه النتيجه اللي احنا شايفينها مش كده. طيب. النتيجة انه الافلام دي بتتعمل والاعمال دي بتتعمل والناس بتتفرج عليها. حتى تعليق بسيط، انت داخلك شخصيه مستبده. هي بس فكره ماشي. السلطه الدينيه لا ما احنا هنرجع لها، ورانا حاجه غيرها. ما هي واضح دي السلطه غير يا حاج سيدي الحبيب. واضح ان الازمه الحقيقيه ان المبدع الحقيقي مش المدعي. دائما المبدع حاله بيحلم بمجتمع اجمل، بمجتمع افضل، ممكن يستغل كل الادوات، فاحساسه بان هناك اي نوع من الرقابه حتى ولو كانت رقابه المجتمع وليس المؤسسه الدينيه فقط، ده بيحد من خياله، من طريقه تفكيره، فاذا وضع هذا في ذهنه ابداعه بيقل. هو بيقول لك انا مش خاين وانا مش شرير وانا مش زنديق وانا مش جاي ابوظ المجتمع ده، انا اعبر عن نفسي. فكره ان المجتمع هو اللي يحاصره فيعمل عمل، فاذا كان غير جيد او في خروج فالمجتمع بيعمل عليه حظر، يرفضه من نفسه، يسيء اليه، يتجاهله، فاكيد هيراجع نفسه او هيطور نفسه. ليه دائما محتاجين سلطه اخرى ايا كانت هذه السلطه؟ حمايه المجتمع. الفكره الابويه ان هناك مؤسسات او سلطات دائما تراقب المبدع. هم بيرون او المبدعين في مجتمعاتنا الناشئه اللي بتعاني كثيرا دي، شايفه ان المبدعين في الخارج استطاعوا انهم يتالقوا ويبدعوا ووصلوا للصاروخ وللاختراعات وللاكتشافات لان خيالهم حر. احنا عملنا ايه بمجتمع بنتكلم فيه باسم الدين والاخلاق وعندنا نسب فساد ونسب انهيار اخلاقي كتير جدا؟ الكلام عمل ايه يعني؟ الحمد لله. اعتقد ان الحوار ولا سيما السؤال المهم الذي طرحته الان يمكن ان يؤطر ان لدينا ثلاث مشكلات تداخلت فاوجدت هذا الذي نعيشه. نعم. المشكله الاولى مشكلة ثقة. نعم. وهي نابعة عن مشاكل تعاملات، عن واقع في التعاملات. المشكلة الثانية هي مشكلة مفاهيم، وهي متعلقة بوجهة النظر التي يتكلم منها أي طرف له وجهة نظر تخالف الطرف الآخر. المشكلة الثالثة هي مشكلة نفوس. أنا. الأنوية التي أحيانا تترجم إلى الإيجو، والتي تجعل كل طرف يفقد ميزان العدل في التعامل،
يعطي لنفسه حق ينكره على الذي أمامه. فعلى سبيل المثال رأيت أحد الأساتذة الأفاضل أو أكثر من شخص في التقرير يقول أصلا لا ينبغي لأهل الخطاب الديني أن يتدخلوا أصلا في الأمور الإبداعية والفنية يسيبوها. لا يتدخلون خالد فيها. السجاني الكاتب الأستاذ خالد السجاني أنعم وأكرم. أنا هنا عندي إشكالية لأن هذه الفكرة التي ينطق من خلالها أصحابها ولا أعني شخص الأستاذ هم نفسهم الذين يقولون من حقنا في عالم الإبداع أن نتكلم عن الذات الإلهية، نتكلم عن الذات النبوية، نتكلم عن خرق تابو المقدس، ومن حقنا أن ندخل في هذا الإطار. فهو يعطي لنفسه الحق أن يخترق جميع الأطر وأن يتكلم في كل الاتجاهات من خلال أو بمبرر أنه مبدع، ويرى أن من يخالفه في ذلك يمارس الإقصاء ويمارس التسلط في الوقت الذي هو يمارس نفس الإقصاء والتسلط الذي اشتكى منه، بأن يدعو إلى عدم تدخل الخطاب الشرعي الديني في شؤون الإبداع وفي شؤون معينة من الحياة. ارجع يا خطاب الدين إلى المسجد، ارجع يا خطاب الدين إلى الكنيسة، ولا تتدخل في شيء من شؤون الحياة. هذا تناقض يشبه تناقضا آخر متطرفا من داخل الخطاب الشرعي الديني، وهي مشكلة نفس. أن يأتي من أهل التدين أو من يدعي أنه يتكلم بالخطاب الشرعي، وفضيلة الشيخ محمد وسام تكلم سريعا إلى مسألة ينبغي التركيز عليها، هناك فرق بين العلم الشرعي وبين التدين. الفوضى التي حصلت اليوم سببها الخلط بين العلم الشرعي وبين التدين، فيأتي من يرى أنه متدين ليخوض في العلم الشرعي بغير أهلية، ثم يحاسب الناس العلم الشرعي على ما تصرف به. يأتي من المتطرفون أيضا عندنا في داخل بيت الخطاب الشرعي الديني ويتعامل مع أي فكرة إبداعية بوصايا لم ينزل الله تعالى بها من سلطان، ليس له الحق فيها. امنعوا هذا، أوقفوا هذا، لا يكتب عن كذا. أنا وجهة نظري أن خوضه في هذه الجزئية سيؤدي إلى نشر باطل كذا وفعل كذا، ثم يجعل من وجهة نظره هذا حقا شرعيا بفتوى سماوية يطالب أن يفرض بها على الآخرين. هذه الجزئية الثالثة التي هي مشكلة النفوس. الجزئية الثانية كانت التي هي مشكلة المفاهيم. هناك إشكالية نموذجين معرفيين يتصارعان اليوم في الأرض. سامحوني يعني لا أحب أن أشطح في التنظير، لكن مشكلتنا أن نخوض في معترك الواقع بعيدا عن دليل تنظيري، عن منهجية، وهذه أحد أهم أسباب الإشكال الذي نعانيه. هناك نموذج معرفي فيما بعد الحداثة استطاع أن يحدث أو يتوصل إلى إنجازات في العالم المادي المحسوس، وبعضها أيضا في الجوانب الأخلاقية التعاملية. هذه الإنجازات بسطت يد قدرته على أن يسيطر، على أن يتحكم. ما معنى يسيطر ويتحكم؟ أصبح هو الذي يسن القانون الدولي، هو صاحب الفيتو الذي يستطيع أن يتكلم من خلاله، هو الذي يستطيع أن يتعقب من يريد ليعاقبه حتى بعيدا عن الأطر القانونية، هو الذي يستطيع أن يفرض طرحا معينا من خلال امتلاكه للهواء الفضائي، للأقمار الصناعية، امتلاكه لشبكة الإنترنت. هي قوة القدرة على فرض الواقع. هناك نموذج معرفي استطاع بقوة الواقع أن يفرض ما عنده. أمامه بدأت تتهاوى النماذج المعرفية المتعددة في العالم، وبقي نموذج معرفي كما يقولون عندكم في مصر عافر، يعني لا يزال فيه النفس، بيحاول يحاول أن يقاوم هذه الفردية الإقصائية التي تريد أن تفرض على العالم نموذج معرفي واحد، هو البارادايم، مرحلة ما بعد الحداثة. هذا النموذج المعرفي الذي عند المسلمين. النماذج الأخرى ضعفت مقاومتها إلى أبعد حد، حتى أن كثير من مثقفي الهند صاروا يشتكون أن الذي فشلت فيه نماذج حضارة ما بعد الحداثة في أن تطبق على قلب الحضارة الهندية وتطمس هويتها، وتكلم عن ناس ليسوا مسلمين، مفكرين فيهم الهندوسي فيهم البوذي، يقول أن ما استطعنا أن نقف أمام هذه الهجمة التي تقضي على نموذج المعرفي، ثم أتينا من خلال الإعلام، أتينا من خلال التلفزيون، السينما، أتينا من خلال الرقص، الغناء، الراب، غيرها، استطاعت أن تخلخل نموذجنا المعرفي. بقي نموذج معرفي موروث عند المسلمين. أنا لا أتكلم عن المؤامرة، وآسف لو قليل أنا فصلت. المشكلة ليست كونهم استطاعوا، المشكلة في كوننا عجزنا. نموذج المعرفي لدى المسلمين من أعظم النماذج المعرفية الموجودة، لكنها توقفت، بمعنى التطوير فيه توقف.
وأصبح محتبسا على عدم تطوير هذا النموذج من نحو 400 سنة تقريبا. فأصابه نوع من التصلب في مواطن فيه جعلت الخطاب الشرعي يبدو وكأنه حاجزا بين الناس وبين أن يتقدموا، وأصيبت بالترهل والذوبان والضعف في جوانب أخرى جعلته سهل أن يتميع ويذوب فيفقد شخصيته ويفقد قدرته على التعاون. عندما أتكلم هنا عن الخلاف في النموذج المعرفي لا أعني عدم الاستفادة مما توصل إليه الآخر، بل أمرنا الله بذلك، لكن أعني هنا أنك عندما تناقشني من منطلق فكرة الفردية التي ذكرها الأستاذ إبراهيم قبل قليل، هذه وجهة نظر، لكن بالمناسبة هذه وجهة النظر ليست وحدها هكذا تطير في الجو، هذه جزء من منظومة معرفية معينة. عندما تكلم الأستاذ إبراهيم قبل قليل عن مفهوم الجانب الاجتماعي، ربما لو أذن لي بشيء من الملاحظة البسيطة في المفهوم أيضا، وهو أن الذي يقول أن المجتمع هو الحاكم بالكلية هذه الفكرة الاشتراكية، لكن في الإسلام لا، الإسلام جاء ليوجد نوع من التوازن بين الحق ما الفردي. ما أصدتش حكم شامل. إذا أنا أسأت الفهم لا أقصد أنه المؤسسة الاجتماعية لها يعني الجماعة لها صاحبة المصلحة العليا. تمام. صاحبة المصلحة الإسلام العليا. جاء وأعطى للمؤسسات المجتمعية ثقل، وأعطى للحق الفردي ثقل، وحاول علماء الإسلام أن يبينوا خطوط تقلل من الاحتكاك الذي هو جزء من التدافع الطبيعي. التدافع هذا حسن، أن يأتي شخص مثل محمد قنديل أو أنديل ويحاول أن يدفع إلى أقصى حد، أو حتى الأستاذ طارق للدفاع عن حق الفرد. فيأتي شخص والله الناس بعضهم ببعض. أحسنت. فتأتي الفكرة الأخرى التي تحاول الحفاظ على التماسك المجتمعي وتدفع بما تستطيع، هذا التدافع إيجابي، لكن إن تحول إلى احتكاك شديد تحول إلى ضرب في داخل المجتمع وهدم للمجتمع. سامحوني إذا كنت استرسلت، النقطة الأولى كانت التي هي الثقة وهي لب المشكلة. صحيح. نحن لدينا أزمة ثقة. العالم مثل في دار الإفتاء عندما تأتي قضية مثل قضية فيلم سيدنا نوح عليه السلام، الكثير عندهم تصور مسبق أن هؤلاء عصابة الفنانين المجرمين اللي يسمون نفسهم مبدعين. لا أعني دار الإفتاء، دار الإفتاء أنا أعرفها بشكل جيد في مصر، هي أرقى من ذلك بكثير، لكن أنا أتكلم عن خطاب كثير من المؤسسات الدينية. مجموعة المجرمين هؤلاء اللي يسموا نفسهم مبدعين الفكرة هكذا يريدون أن يخربوا الدين، ويأتون بفيلم عن سيدنا نوح ليستبيحوا حرمة الأنبياء ويشوهوا، فلا بد أن أقف لهم بالمرصاد. فتأتي فتوى بالتحريم مع أن المسألة ليست قطعية بالتحريم في الشريعة عندنا. التحريم هنا تحريم اجتهادي قابل لأن يكون هناك رأي مقابل له، لكن يغيب تغيب فكرة الاجتهاد ويتب الفتوى حرام وانتهت. لماذا؟ لأن هناك أزمة ثقة. يأتي أحد المبدعين أو أحد من الفنانين لينظر إلى مسألة تدخل الأزهر الشريف في قضية الفيلم هذا، لأن الطفل هذا أسيء إليه، وهذه حتى مؤسسة الطفل اشتكت من هذه المسألة، فيقول لا، الأزهر يقول لك الآن عشان حقوق الطفل وحقوق الإنسان يضحك علينا. هذا يريد استعادة السيطرة، يريد أن يؤدي دور الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى ليطبق على قلب الإبداع. هو فين الأزهر والعيال مرمية في الشوارع وأطفال الشوارع مثلا الآن تذكر مسألة الأطفال. هذه أزمة الثقة الكبيرة هي التي تجعل أي حوار يمس ما يتمسك به كل طرف يتحول إلى نزاع. نحن بحاجة في الثلاث الحالات إلى, إلى, إلى نظرة جادة في المعالجة، النظرة في التعامل مع أنفسنا، وهذه مسؤولية كل واحد. علي الجفري عندما يجلس هنا ينبغي أن يكون حريصا عند كل كلمة يقولها، هل هو يقصد بذلك إرضاء الله سبحانه وتعالى وطلب إفادة المستمع وإقناعه بما يظنه الخير، أم أنه مشغول بمكانته من وراء الكاميرا والتي سينظر بها الناس إليه، ماذا سيقولون؟ هل استطاع أن يقنع الشباب يتوبهم؟ هل استطاع أن يغلبهم يفهمهم؟ أم أنه ميع الدين وأخذ بخلق؟ هذه هواجس بطبيعة كوني بشر سأعيشها. قنديل أو إبراهيم أو طارق أو سيدي محمد، إخواننا كلهم، كل واحد له جزئية بشرية متعلقة بالنفوس، هذه لابد كل واحد منا هو في داخله يفكر، هل أنا مخلص في طرحي؟ هل أنا أتكلم لنصرة الحق؟ أتكلم لنصرة الإبداع؟ لنصرة الجمال؟ لنصرة الدين الذي أدين به؟ أم أنه نوع من بحث عن الذات فيما أطرحه؟ هذه علاجها ينبغي أن يكون من داخل الإنسان، بمعنى أن الدواء من مكمن الداء،
ودواؤك فيك وما تشعر وداؤك فيك وما تبصر وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. الجزئية الثانية التي هي مفاهيم، هذه تحتاج إلى حوار مجتمعي لا يقوم على أساس المغالبة، تحتاج إلى حوار مجتمعي لا يشبه الحوارات التي تعبث بها السياسة، التي يأتي المسؤول السياسي أو الحاكم في الدولة يقول تعالوا شوية مبدعين، تعالوا شوية مشايخ حلوا المشاكل، أنتوا السبب، اقعدوا بصوا راس بعض بقى. يلا يا ريت. هذه واحدة التي هي المجاملة الكذابة. الثانية العكس، تعالوا يا شعب هم دول المشكلة، كله من أهل الدين وكله من أهل الإبداع، أنا ليست علي مسؤولية، الحاكم يقول هكذا. فتعالوا تعالوا جلسوا مع بعض، ويأتي بك بي وبك لتحصل خصومة فيما بيننا تتحول إلى طريقة الاتجاه المعاكس، فيجلس المسؤول التنفيذي الذي هو أمام الله مسؤول عن دور كبير، ويضع رجل على رجل ويقول يلا خليهم يتخبطوا بعض والشعب يشوف أنهم هم السبب. لا، لابد أن نتجاوز ذلك بحوار مجتمعي ليس من هذا النوع، ولا من نوعية نحن سننتصر للإبداع وسنحطم صنم الدين، أو سننتصر للدين وسنحطم صنم الكفر الذي يدعي أنه إبداع. ولا، نحتاج إلى حوار مجتمعي. لو تتذكرون في اللقاء الماضي قلنا نريد تأسيس صالون ليس للترويج الإعلامي، صالون نعرف به بعضنا البعض، نعرض أفكارنا، يعني نفهم بعضنا البعض. الجزئية الأولى وهذا آخر ما أقوله التي هي جزئية الثقة، جزئية الثقة لن تبنى بين يوم وليلة، جزئية الثقة تبدأ بمثل مجلسنا هذا. لا، وهي برضو حضرتك اسمح لي تبدأ برضو بالأفعال، الناس بتثق في بعض وإحنا على أفعالهم هذا الذي وعلى ما صنعوه. هذا الذي كنت أريد أن أقوله، هي تبتدئ بما نفعله الآن ثم تتنامى وتربى بعدة أمور. أولها أن يصدق الفعل القول، فعلي يدل على قولي. الأمر الثاني أن نحيي بعض القيم الراقية التي منها محاولة حسن الظن بتصرف الذي أمامي طبعا. قبل أن أحكم أنه أراد أن يضرب الدين، لماذا لا أحكم أنه أراد أن يعبر عن شيء أنا أرى أن تعبيره كان خطأ؟ ونفس الكلام برضو مع المبدع والعكس طبعا. لا، نتكلم الآن عن صاحب الدين تجاه المبدع، وأنت تقول لي حتى المبدع. نحن بحاجة، النقطة الثالثة في كيفية بناء الثقة، أن نتخلى عن قضية من المؤثر، من الذي يستميل الناس، من الذي الشارع يتبعه أو لا يتبعه. يا أخي، إذا كنت تثق أنت بمفهوم الديمقراطية وأن الشارع ناضج له الحق أن يختار، فينبغي أن لا تتضايق إذا وجدت أن الشارع بسبب انتمائه الديني أو ولائه للدين اختار أن يستمع لرأي صاحب الفتوى وقبلها. بس هذه جملة وسأسكت. هو مش ناضج، هو خلاص، هو في سعي دائم نحو النضج. طيب، مفيش مجتمع اسمه ناضج. له الحق أن يختار. طبعا، خلاص، إذا أنت أقررت له بأن له الحق في أن يختار، ليس من حقك أن تتبرم من أنه مارس حقه وأصبحت مؤسسة الإفتاء بالنسبة له محل ثقة وأراد أن يبني المجتمع من خلالها. أنت شمر وأوجد لك ثقة عند الناس وتمشي. أتفق معك لما نكون بنتكلم على مجتمع فعلا منح الحق لفترات طويلة أن يختار فاختار. طلع هنا العيب في المجتمع، المجتمع هو نفس فكرة غير مؤهل للديمقراطية. أنا خلاص أخدم بجملة واحدة، مش لاحق يدرك الحق. هذا تشبه عبارة الذي قال مجتمعنا غير مؤهل للديمقراطية، لكن وإن لم تقصدها أنت. لا 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 لا، هذه الجملة الأخيرة، وأنا أعتذر جدا أني أخذت وقت أطول، وسامحوني إذا شهوة الكلام عندي وهذا مرض في النفوس يعني أخذتني، أسأل الله لي ولكم الجميع العافية من ذلك. يعني الجملة التي تختم أن نكون جميعا مدركين أن هذه الثلاث النقاط، سامحوني في الكلمة الشديدة، يجب أن نعمل عليها إذا اقتنعنا بها. لماذا؟ المرحلة التي تمر بها لا تحتمل أن لا نعمل على هذا الأساس، لا تحتمل أن لا نبني ثقة، أن لا نتناقش في المفاهيم، ألا نعالج أنفسنا. وإلا المجتمع كله الآن في انهيار، ليس الانهيار السياسي الذي يحذر منه الناس في كل الاتجاهات، ولكن الرجاء في الله كبير، سامحوني. ولأني أحسن النوايا مش هلعبها اتجاه معاكس، أنا ممكن أخذ من كلام الحبيب وأقول لك اتحطيت في مزنق وتعالى بقى. لا خالص، أنا شايف إن احنا أسسنا لما هو آتي من حوار بعد الفاصل، عندنا قاعدة نبني عليه. تعالوا نتكلم في الثلاثة، لأن الثقة أنا أعتقد والبداية هي الثقة. الثقة هي أزمة كبيرة جدا، وهنا هنحتار هو أنا حبني الثقة منين. بعض جيل كثير من المبدعين والشباب يفتقدون الثقة في مؤسسة الأزهر الشريف، وكان هناك مؤشرات وإشارات قد تثير القلق في أوقات، وعلماء الأزهر الشريف
أنفسهم وأساتذتي وأسيادي كانوا بيقولوا لي أن الأزهر حدث فيه اختراق بالفعل ودخلت مفاهيم جديدة على الأزهر الشريف. فإحنا مطالبين بالثقة في مؤسسة ضخمة وهائلة ننتمي إليها ونقدرها، هي نفسها محتاجة إلى مراجعة وتطوير. لحد ما نوصل للمرحلة دي علينا أن نسلم ولا ندور على الثقة في رموز أو أشخاص؟ لأن قلقت من فكرة أنك تختار شخص طالما بتثق فيه يبقى هنا اجتهادات فردية حتى في اختيار المؤسسة أو الرقيب أو الضمير، كل واحد لوحده بقت شغلانة. ده اللي ودانا ما ده اللي خدنا في منطقة إرهاب في وقت من الأوقات، واللي خد مجموعات هيمنت على أفراد وغسلت دماغهم وقادتهم في اتجاه، لأنه مش مستقر على أنه العلم الشرعي علم. جميل. هناك تشكيك عريض جدا جدا في أنه العلم الشرعي علم. نعم. ده رأيي، ده رأي. طب ما تيجي نبني بعد الفصل بقى علشان ايه ابتدي بيك تأصل ونكمل. هنرجع عنده. انا اطول فقرة عملتها في حياتي، انا بقى لي اكتر داخل على ساعة ما طلعتش فاصل ولسه عندي ثلاث فاصل. وانا اعتذر، جزء كبير من الخطأ عندي. لا خالص، لا انا اللي اخطأت ان خليت كله يتلم عند حضرتك في الاخر، فكان غصب عنك لازم تاخد وقت. هطلع فاصل، بعد الفاصل هنكمل الحوار. يا رب لاجل النبي اكرمنا وراضينا، وخلي العمال العاملين المخلصين تنور اراضينا، ومس على الخزف والصيني موصيني يلي وضعت الامان عند رعيها، سلم امورك وخلي الرب راعيها. يا رب خلي العمال اصل العاملين مفهوم، النعمة بيدهم معلي يكون راعيها عالاصل دوت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، واصل حواري مع ضيوفي الاعزاء، نتحدث عن حريه الابداع، الابداع والدين. كان عندنا هاشتاج النهارده عن عنوانه الابداع مش حريه مطلقه. هقرا لكم بس التعليقات اللي جت على هذه الجمله. محمد عبد المعز قال هو اي حاجه تسموها ابداع، مثلا الرقص الشرقي تسموه ابداع؟ توتا لولا بتقول لا، احنا اللي بنخلق التعارض ده لما نتحجج بان المجتمع عايز المادة الفلانية والمشاهد الفلانية في الاعمال الفنية. قيمة الفن في انك تقدم ما يفيد المجتمع في ارقى الصور وليس في اكثرها انحطاطا، ساعتها ده التحدي اللي يخلق المبدع. زهرة اللوتس بتقول رجاء تعريف ما هو الفن والابداع. لو فرضنا ان فلانة وفلان ابداع، تكلم عن فيلم، هتقول ايه على فؤاد المهندس والريحاني والمليجي والعباقرة ونادية لطفي وغيرها؟ لو تم تغيير الابداع بقلة ملابس البطلة والابداع في قصة لا تمس اخلاقنا وعاداتنا باي صلة، يبقى لا ده مش فن، الفن ده لناس غيرنا واللي بيدافع عن سوء الاخلاق يبقى زيهم. هاني شاهين بيقول الابداع شيء راقي يميز صاحبه بالخلق، فمن اراد الابداع على طريق الابتدال والسفة فلن يرحمه احد. تسنيم موسى بتقول الفن عمره ما كان غلط ولا حرام، لكن الحرام هو الإسفاف والابتدال اللي موجود في معظم الأفلام والأغاني دلوقتي، إلا ناس قليلة بتحاول تحافظ على الفن الراقي. محمد خميس بيقول لا يوجد هناك تعارض، ولكن الفن المحترم التي تظهر فيه السيدة محجبة أو محتشمة بزي الواسع، ويظهر فيه الرجل بهيبته ويدعو إلى حل قضية ومناقشتها، أو تمثيل التاريخ مثل الحروب التي خاضتها مصر والحروب الإسلامية مناقشة قضايا هامة. أما ما نحن فيه في هذه الأيام لا يسمى فن، بل يسمى دعارة وبيع أعراض ومعارض للبدن شكلا وموضوعا. رهام، حرية الفرد تنتهي عند حرية الآخرين، بياخدوا العبارة دي في ابتدائي في العربي وعمرهم ما حاولوا يطبقوها في حياتهم. آخر ثلاثة، شيماء كمال بتقول ابدعوا براحتكم طالما مش أعمالكم بتتنافى مع القيم والمبادئ والدين. إيمي بتقول لا طبعا، الإبداع حرية مطلقة، ولو ليه قيود لا يسمى إبداع، لأن الإبداع من الخيال والخيال لا قيد عليه. باسم مريد قال لا، حرية مطلقة، عجبك شوفه، مش عجبك ما تشوفوش.
ابراهيم حاجز دور انت من قبل الفاصل. حاجز مده. حاجز مده. طيب اتفضل. انا كنت بتكلم انه هناك جهل عام او جهل شائع بانه العلم الشرعي او ماده الفقه هل هي ماده علم، يعني علم موضوعي، ولا ماده راي، يعني ماده شخصيه، وجهه نظر فلان انه ده حلال، وجهه نظر فلان ان ده حرام. المعروف والثابت خصوصا في مؤسسه الازهر اللي هي قائمه او مطلعه بهذا العمل، وفعلا يعني تتعرض لموجة من الاختراق والتخريب وتشويه السمعة، هي حافظة هذا العلم بمبدأ أو بمعتقد أو بطريقة في البحث والتعلم اسمها السند المتصل. نعم. السند المتصل عند جماعة الأزهر أو ناس الأزهر أنه هذا السند واخد من فلان عن فلان عن فلان عن فلان وواثق في اتصال هذا السند. قالوا في خلال مرحلة من المراحل كانت بتغذى بالنفط والدولار انه لا يا جماعة احنا عايزين ناخد سلطة، فتبقى المسألة مسألة رأي، الازهر ده كافر. اول الكلام يعني كان اول القصيدة كفر فعلا، كان اول القصيدة تكفير، الازهر ده كافر وبيكلموا في اي حاجة وبيقولوا اي حاجة، وكل الفتاوى اللي عندهم طبعا ما هياش بقدر الابداع بتاع الموجة الوهابية الوافدة، لانه الموجه الوهابيه الوافده بتبدع لدرجه انه ايه، لا اضرب عنقه يا غلام وصادر امواله، وعمالين بيتكلموا في كلام فعلا على درجه عاليه من الهزل لدرجه الابداع، فبقوا جذابين قوي للناس. بينما الازهر بقى الناس ايه اللبس اللي لابسينه ده، ايه الطريقه اللي بيتكلموا بيها، ليه بيقول الحمد لله يا رب العالمين والصلاه والسلام على افضل الخلق، قال ليه بيقول كده ابقى اول ما يبتدي ايه الكلام ده، ولما بيجي يتكلم بنقول لا ده مش كلام، ده وجهة نظر، وقد يخطئ وقد يصيب. لا، العلم الفقهي اللي هو المبني على السند المتصل والمبني على معرفة، علوم دقيقة جدا يعني مثيرة. أنا كنت بتكلم مع شخص فبيقول أحاديث، وزي النبي عليه الصلاة والسلام قال 10,000 حديث ومش عارف إيه. علم الحديث ده علم يعني أنا متجاوز طبعا، أنا بتكلم في حاجة مش أنا مجالي. شايفك قلبت مش مجالي. لا مش كده، بس أنا بس الحق وحق أن يتبع، الصح يتقال. علم الحديث والجرح والتعديل ده علم دقيق جدا جدا وموضوعي، يعني انه ده يؤخذ بيه وده لا يؤخذ بيه، مساله موضوعيه وعلميه ومبنيه على منهج. تمام. اللي حصل انه الخطاب الديني ككل وصم بانه وجهه نظر، فبقى انه الشيخ ده بيقول حلال والشيخ ده بيقول حرام. يا حبيبي في حاجه اسمها علم وفقه مبني على اساس من السند المتصل للحبيب عليه الصلاه والسلام وعبر علماء ومشايخ افاضل وصلوا هذه الماده العلميه. صحيح فيها خلل، صحيح فيها ضعف، صحيح فيها تراجع في بعض المراحل والمناطق، صحيح فيها نقص في الاجتهاد في أجزاء، ولكن في النهاية تظل علم وعلم موضوعي. فإحنا واحدة من المشاكل الرئيسية أن الخطاب الديني خصوصا عندما وفد عليه هذا الوافد القبيح الوهابي قال لهم أنه الدين ده وجهة نظر، وأنا وجهة نظر أن فلان يعدم، يا غلام اضرب عنقه. وده بقى متصل ببعضه، هو اللي خلى الدين زي ما حضرتك بتقول في الاول ان الدين يبدو ان هو سلطه وهو مش سلطه اصلا. السلطه اللي بينك وبين هذا الدين سلطه ادبيه وسلطه موده ومحبه ما بينك وما بين الناس، زي ما حضرتك قلت في الاول ان انت بتختاره فعلا. الدين هو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو بهذه بالدرجه اللي حضرتك قلتها من الفرديه مش مرفوضه، بس ظهر انه لا الدين ده مؤسسه هتجتهد وهتبدع وتخترع لدرجة انها تبقى سلطة دينية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، والعملية تختلط ببعضها لدرجة انه حتى العلم يغيب، حتى الموضوع يغيب، وبقى الشخص هو الغالب، وبقى الشخص بيحكم ويقرر ويقضي ويعدم وانت واقف. دي واحدة من الأزمات، شوه الخطاب الديني بما هو شخصي ضد ما هو موضوعي وعلم. طيب انا عايز اروح للدكتور محمد وسام واتكلم، مش هتكلم عن دور المؤسسة نفسها او دور العلماء في ده، عايز اسأله بشكل مختلف شوية، وحضرتك امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى المكتوبة، بتنظر لازاي الابداع؟ يعني هو المتراكم عند المبدعين ان الازهر يحرم الغناء، حدود الابداع ضيقة جدا في مفهوم رجل الدين زي ما متصور عند بعض المبدعين، أن رجال الدين بيدوروا على اللي يحرموه مش على اللي يحللوه،
بيدوروا على اللي يمنعوه مش اللي يبيعوه. فلو حضرتك حبيت تقول اللي بيسمعونا رؤية عالم جليل من الأزهر الشريف، بتشوف الإبداع إيه؟ هل فعلا بيبقى جواك رفض؟ هل ممكن أن تقبل عمل متوقع أن يكون فيه السيء كي تقيمه؟ عندك استعداد تقبل حد بيقدم عمل جارح أو خارج أو يتصادم مع العلم أو الشريعة وتتكلم معاه بدون غضب وبدون ما تراه خارج أو كافر أو زنديق؟ بكل تأكيد، هو في الحقيقة أنا أنظر إلى الإبداع على أنه تجل إلهي، ربنا سبحانه وتعالى اسمه البديع وهو الذي أبدع خلقه. فعندما يتجلى على خلقه أو واحد مبدع من خلقه بهذه الفكرة أو هذا العمل أو هذا الفن أو أي ما كان، هو في الحقيقة يعني نوع من إظهار القدرة الإلهية التي استطاعت أن تخرج من هذا الإنسان الذي خلق من الطين هذا الإبداع، وأن الذي خلقه سبحانه وتعالى وأقدره على مثل هذا لا حدود لقدرته جل شأنه وتبارك اسمه. أنا أنظر دائما إلى الحضارة الإسلامية على أنها بحثت دائما عن الجمال، حتى في كتابة المصحف أبدعت فن الخط العربي، فن الخط العربي الذي يكتب بخط الثلث والذي أبدع فيه المسلمون بالتراكيب الرائعة التي تبهر الألباب، فن الزخرفة، كل الفنون، كل العلوم الإسلامية والدينية والدنيوية دارت حول محور النص. أنا هنا يعني عندما أتكلم عن الإبداع أريد أن أوضح أن المشكلة مع الإبداع ليست مع الفكر الوسطي التعددي، بل هو مع الفكر الإقصائي التشددي، هذه المشكلة فقط. وإلا فالفكر الوسطي يبحث دائما عن تحسين الحسن وتقبيح القبيح، لا يحرم الإسلام الغناء بل يحرم الكلام القبيح، يحرم الدعوة إلى تجاوز القيم المجتمعية التي ارتضاها المجتمع، يحرم الدعوة إلى الخروج عن الأطر التي كانت سببا في تلاقي هذا المجتمع وكانت عاملا من عوامل توازنه وتعدديته. وفي المقابل أنا لا أريد أن أخرج أو أحاكم هذا النمط المجتمعي بنمط آخر لا يعرف الإجابة عن الأسئلة الكلية الكبرى. نعم، بمعنى من أين أتينا؟ من الذي أتى بنا هنا؟ ولماذا نحن هنا؟ وإلى أين نسير؟ هذه الأسئلة الكلية الكبرى التي بحث عنها فلاسفة العالم أنا أدرسها في الابتدائي، وعارف أنا هنا ليه؟ أنا جاي هنا لمهمة، الذي خلقني قد خلق غيري قبل ذلك ثم أماته وأتى بي هنا، أنا هنا لأجل مهمة. ما هي المهمة؟ إعمار الكون وتزكية النفس وعبادة الله، هذه المهمة المتكاملة يمتزج فيها الدين بالدنيا ويمتزج فيها الجمال بعبادة الله، وأعيش في اتساق ونسق مفتوح يقبل كل جميل. لما سئل الإمام الشافعي عن الشعر فقال حسنه حسن وقبيحه قبيح. قرأت لبعض المتشددين من أنصاف المتعلمين الذين تصدروا في هذا الزمان العجيب يقول على فتوى دار الإفتاء التي طابقت كلام الشافعي في الشعر، الغناء حسنه حسن وقبيحه قبيح، يقول وأين الحكم الشرعي في هذا؟ انظر إلى مدى الجهل الذي أوصل هذا إلى هذا الصراع الداخلي بين الجمال، وأن الشريعة إنما أتت بالحسن والجمال وأبعدت الناس عن القبح وأرادت لهم أن تكون حياتهم سعيدة، وكشف الله عن لهم من العلوم. يعني نحن نرى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف هذه العلوم والفنون والإبداعات لمن يشاء من خلقه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن فهو كشف لهم هذا ليحببهم فيه سبحانه وتعالى، لا ليتصوروا أنه يريد أن يعاقبهم ويدخلهم النار، إنما هو توجيه. هل هذا الإبداع الذي ظننته إبداعا يتسق مع القيم؟ تماما كما تكلمت قبلا عن دائرة العلم
الذي لا حدود له وتعلم في أي مجال، وبين دائرة الممارسة تحدها القيود. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ببدنه كله، وليس هو لأن الله خلقه ولأنه مأمور أن ينظر في تركيبة نفسه وأن يدرس نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تقف القيم أمام العورات مثلا وكشفها وسترها. هل يقول إنسان أنا حر أن أمشي كما أشاء عاريا، والذي يريد أن ينظر ينظر والذي لا يريد يضع بصره في الجهة الأخرى؟ أي منطق هذا؟ لا، أنا في مجتمع تحكمه قيم. في فرق بين الإنسان من حيث هو مبدع، هذا مجال وجانب نتحدث فيه، وبين المجتمع من حيث هو تحكمه ضوابط وقيم ومثل لا يجوز أن نتجاوزها بدعوى الفردانية وبدعوى الإبداع وبدعوى أنني أريد أن أتطور. هناك مفهوم معرفي ونظام معرفي مختلف. نظام معرفي كما قلت يجيب عن الأسئلة الكلية، يعلم أبناءه كيف هم يجيبون عن ذلك وكيف ينطلقون من نهاية غيرهم. يعني دخل الإسلام الحضارات هنا وهناك فلم يهدمها، وإنما خاف الناس لأنهم رأوا فكرا تشدديا يدمر ولا يعمر، فخاف الناس. لا، لو الفكر التشددي ده هو اللي دخل مصر مع سيدنا عمرو بن العاص ما كانش حد إسلام. هذا الفكر الإسلامي الوسطي الذي استوعب الثقافات والحضارات وبنى عليها وترجم علم المنطق وأضاف إليه هو الذي دخل قلوب الناس قبل أن يدخل بلدانه. فما أحاكمه إلى نظام معرفي آخر لا يرى أن بعد هذه الحياة حياة أخرى، وأنك فيها تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد لا معقب لما تفعل، يبقى أنا كده أظلم نفسي ومجتمعي وإبداعي. طارق، قبل ما اطلع فاصل، عشان لازم اطلع فاصل، هل انت يمكن، وانا هاخد من كلام مولانا، ان تكون حريص على ان يتسق ابداعك مع قيم هذا المجتمع؟ ما الذي يضيرك ان لا تتصادم مع شرع الله اذا كان هناك ما قد يصبح صادما؟ انت عندك مشروع، عندك رؤية، عندك هدف، ده جزء من الرسالة. إذا بسط لها بمفهوم ديني فهو استخلاف، إذا بسط لها بمفهوم إنساني في إطار أخلاقي هيبقى ده جزء من الدور. فلماذا تشعر أن هناك سلطة تراقبك إذا قررنا أن تكون السلطة من داخلك وأنت الذي تختار؟ فإذا حدث هذا لن يكون هناك لا سلطة قانونية ولا سلطة دينية يمكن أن تحاصرك. المبدع في هذه الحالة هل هو يستدعي القيد؟ هل هو يبحث عنه ليتصادم فده بيفجر فيه شيء؟ تمام، هي الإجابة يعني ببساطة، أنا قبل ما أكون مبدع وكده أنا عندي برضو أب وأم وأخوات وأسرة، يعني أنا أولاد وزوجة، أنا في النهاية جزء هيبقى يعني. أنا جزء من المجتمع، يعني أنا برضو متحفظ شوية على فكرة إن المبدع ده واحد كده إيه لقيط كده ممكن يبقى إيه هيدمر بقى وأنا حر. لا، المسألة مش كده. أنا بمارس لما بكتب، واحنا طبعا بنتكلم على المفترض، يعني انا مفترض كمبدع لما باجي اشتغل انا بجادل المجتمع، يعني انا في قدامي، انا ما بستعيرش وانا بكتب عن بجيب منين، وانا بكتب عن مدريد، ما انا في مصر، وبالتالي لما باجي اكتب في 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 مجتمع انا عايش فيه ببدا يعني اجادله واخد ودي معاه واشوف حاجه عجباني وحاجه مش عجباني واحاول اوصل حراك لحاجه. هذا الجدل او الحراك ده اللي بيخليني اطلع شيء انا اشوفه بيعبر عني وادعي ان هو بيفيد المجتمع. يعني انا مش يعني انا مش واقف مخاصم المجتمع ده، يعني بالعكس انا بشوف ان المبدع ما ينفعش يشتغل من غير طاقه حب. يعني المبدع لا يمكن ان تكون مبدعا بطاقه كراهيه. جميل. طاقه الكراهيه لن تجعلك تكتب ولن تجعلك تصنع فيلما او اغنيه او اي، فطاقه الحب دي هي فيها كل شيء الجدل بيتخلق هنا. عايز اقول نقطة مثلا يا استاذ خيري، اتفضل، هوضح بيها نقطة صغيرة بس. اولا فكرة ان برضو المبدع حاجة كده الفردية بالمعنى ده، لا،
السياق يعني المبدع او المبدعين ايضا بيصنعوا مؤسساتهم، عندهم مؤسساتهم. يعني انا مثلا كراجل بكتب، انا عندي مؤسسه اسمها اتحاد الكتاب المصريين، نعم، عندي في غرفه صناعه السينما، في نقابه المهن التمثيليه، في جمعيه المؤلفين والملحنين، في كصحفي، انا كصحفي عندي نقابه الصحفيين. نعم. احنا ليه مثلا عندنا مشكله كصحفيين، يعني نخرج سنه كده، فكره ايه؟ ان احنا ضد الحبس في جرائم النشر، مع ان احنا ممكن نقول ان انا عملت موضوع مثلا شوهت سمعه حد دون ان اقصد، او حصل حاجه، او سرقت، او اقصد، او قاصد، او سرقت نص، فمطلوب، او سرقت نص، فمطلوب ان انا دلوقتي يعني اتحاكم واتسجن. طب ليه مثلا نقابه الصحفيين او احنا كصحفيين بنقول؟ لان ده، لان في الحقيقه هذا الباب ممكن يفتح في تفصيله، مش ممكن، هو بالفعل بيفتح. لا يعني ممكن، يعني ممكن يبقى. انت وصلتني للنقطه العظيمه اللي هطلع بها فاصل، هي ادمه الثقه في المؤسسات التي تعمل. انت فاقد الثقه بالفعل، فانت عارف ان من هناك من قد يستغل هذا الباب لحبسك في قضيه اخرى تماما، لانك انت صاحب راي او مبدا يتنافى او يؤثر على الصوت. نقطه صغيره هقرب بيها من حاجه واقعيه، معلش. طيب. بعد قبل الفصل نقطه صغيره جدا. طيب. في كاتب اسمه كرم صابر عمل مجموعه قصصيه، محامي رفع عليه قضيه على اعتبار انه راى ان هذه المجموعه فيها كفر، وحكم عليه بخمس سنين سجن. اتحاد الكتاب المصري طلع بيان قال احنا قرينا العمل ده وكده، وده ما فيهوش ده. المجلس الاعلى للثقافه ممثلا في لجنه القصه، وانا اشرف ان انا يعني احد اعضائها، طلع بيان. ما هي دي مؤسسات في الحقيقه معنيه بهذا الكاتب، بتمثل له غطاء، ما حدش حتى اعتنى بانه يعني يتكلم مع الناس دي وياخد ويدي معاها. لا، هو اتحكم عليه وهو بقى زنديق من حيث المبدا. ورأي اتحاد بقى الكتاب، لجنه المجلس الاعلى للثقافه اللي احنا كمثقفين بنسميه مجلس شورى المثقفين، وكل دي اعتبرت مجرد كده وجهه نظر، رغم انها تحتوي على كتاب كبار ومثقفين كبار، ومحدش فيهم بالمناسبه، او يعني محدش فيهم عايز يعني لا يهدم الدين ولا. وانا قريت المجموعه بشكل شخصي ولم اجد فيها ذلك. طب ما دي مشكله، نعمل ايه؟ دي مشكلة لا علاقة بما بإيه اللي يحل القضاء، ده موضوع تاني شوية، بس هي سلطة أخرى، فكرة السلطات مرة أخرى، فكرة فقدان الثقة جزء من الأزمة. أعتقد أن لو لها علاقة بمن يحاكم الإبداع أيضا. نعم، أنت عارف المسألة بدأ منين، وإحنا واصلين للسلطة الحاكمة طول الوقت، هي السلطة الحاكمة وما يندرج تحتها من مؤسسات بتكون في خدمته طول الوقت، هي اللي مخليانا تدريجي فاقدين الثقة في كل المؤسسات بما فيها المؤسسة الدينية. هنطلع فاصل بعد الفاصل وواصل. عايز اقول لكم بس جملة صغيرة، جملة استوقفتني على تويتر، نور كاتبة بتقول انتم محترمين كده ليه؟ وبقى السؤال ليه؟ نلتقي بعد الفاصل. يا رب لاجل النبي اكرمنا وراضينا، وخلي العمال العاملين المخلصين تنور اراضينا، ومس على الخزف والصيني موصيني، يلي وضعت الامان عند راعيها، سلم امورك وخلي الرب راعيها، يا رب خلي العمال اصل العاملين مفهوم، النعمة بيدهم علي يكون راعيها عالاصل دوت. اهلا وسهلا بحضراتكم. تعتقدوا ان لو انديل قرر انه يتجوز واحده ينفع الدكتور محمد يقول له حلوه ولا وحشه؟ هذا جزء من حوار كان في الفاصل لازم نرجع نقصله، بس قبل ما ارجع له هستاذنكم اقرا لكم رساله جايه لي من الناقد الفني الكبير الاستاذ طارق الشناوي. الاستاذ طارق الشناوي بيقول: عزيزي خيري، اتابع الحلقه وما قبلها، ورايي الشخصي ان مرجعيه الدين هي الحلال والحرام، ومرجعيه الفن الجميل والقبيح،
ومرجعية الفن الجميل والقبيح، ولهذا لن يلتقي الدين والفن. لا يوجد فن حلال وآخر حرام، ورغم ذلك فأنا معجب بالحوار الراقي رغم الخلاف الفكري. هذا ما يقوله دكتور الأستاذ طارق الشناوي. طيب أنت مأيده يا أنديل؟ أنا سعيد يعني طبعا بالرأي ده في جوانب منه، سعيد برضو في براءة كتير من اللي طرحت. لا ما احنا هنرجع نرجع تاني. هو فتح نقطة عايزين نتكلم فيها فعلا، احنا عمالين برضو بنلف وندور حواليها كتير، اللي هو ممكن نعمل حوار بقى جماعي وندخل مع بعض كده علشان نستفيد بالوقت. يا ريت. طيب ياريت. اللي هو الدين عايز ايه من الفن، والفن عايز ايه من الدين؟ هل الدين عاوز نوع معين من الفنون بيخدم على اهداف معينه موجوده، ومش هنا اقصد حاجه يعني شريره ولا مؤامره ولا بتاع، انا كرجل دين عايز المجتمع في صوره معينه، فهمي للاخلاق ولا الاستقامه ولا الاشياء الايجابيه كلها تصور معين، وشايف ان في فنون في مجتمعات معينه وفي مجتمعي بتساعد على توصيل نفس الفكره دي، افلام بتدعو الناس الى الحب والخير والسلام وسمعان الكلام وكل الحاجات الجميله دي. فانا كرجل دين والله يعني لما يكون في سينما من هذا النوع او فن من هذا النوع على اي يعني اختلاف من عملوه، ابقى سعيد ان هو موجود، وابقى سعيد زي ما ذكر الاستاذ اسامه فيلم مثلا لايف اوف باي الاسبوع اللي فات، بعتبره فيلم يعني جميل بس هو الفن ما هواش الوعاء ده اللي انا سواء كرجل دين او كمثقف من اي نوع احط فيه الحاجه اللي انا عايزها وهو يساعدني وخلاص. الفن برضو عنده فكرة وعنده أهداف عايز يوصله وعنده تصور عن المجتمع عايز يوصله، وأنا مش هيبقى عندي فن راقي ولا قادر ولا متطور إلا إذا سمحت لكل الأفكار دي أنها تتواجد وتزدهر وتعبر عن نفسها تتفاعل. طب طب, طب طب بمناسبة رسالة الأستاذ طارق الشناوي، مع كامل الاحترام للمحتوى، هل هناك تناقض، سؤال واضح، هل هناك تناقض ما بين ما يعتقده الدين في الجمال والخير والحق والحرية وهي مذاهب يعني يمكن أزيد وأوسع بكثير من مقاصد الفن، يعني مقاصد الدين 100% أوسع شوية، هل هناك تضارب ما بين ما تدعو إليه من جمال حتى تجميل النفس وتطهيرها، واحد من المقاصد الأساسية لوجودك كإنسان في الكون أنك تجمل نفسك من جوه، فيعني إذا كان دور الدين حدده الأستاذ طارق بأنه هو تحقيق الحلال والحرام، ده هو كده بيتكلم في جزء مش دور الدين، بيتكلم عن دور رجل الدين احيانا في المؤسسه الدينيه التي يناط بها هذا الامر الاستشاري، انما لا، دور الدين هو انشاء وتاسيس الجمال في النفوس، وده جزء من وظيفه الفن، فما فيش تضارب اصلا، ما فيش. انا مسرور بالكلام الذي قلته، واولا مسرور ان شاركنا الاستاذ طارق الشناوي، وهذا يعني شيء مقدر جدا، هذا شيء مقدر جدا ويسعدنا في ذلك ونستفيد منه ونتعلم منه في مجاله. لكن الشيء الذي لفت نظري في كلامه نقطتان سأوجزهما. النقطة الأولى أن وهو قد استدرجنا إلى صراع لم يكن موجودا على حقيقته في تاريخنا. صحيح. الصراع حصل في أوروبا في القرون الوسطى، أثمر ثورة التي هي الثورة التنويرية، أخذت أطوارا إلى ما بعد الحداثة، وتحت كل كلمة من هذه الكلمات مباحث لن أدخل فيها. استدعي هذا الصراع عندنا ووقع في الفخ الكثير من المتصدرين في الخطاب الديني. بس هو الصراع ده ما كانش موجود عندنا برضو في تاريخنا الإسلامي، يعني ما كانش فيه. مستعد أن أجيب على هذه النقطة بعد أن أكمل التوضيح إذا اتسع الوقت. مستعد. أنا لا أقول أن تاريخنا كالثوب الأبيض الناصر، فيه مناطق مظلمة مناطق سوداء، أنا أتكلم عن النسق العام. لا، النسق العام كان على أرقى ما يكون، بل في تاريخنا أسس النهضة الفنية قام بها علماء الشريعة. صحيح. إن كان الأدب والرواية، إن كان الرسم، إن كان الشعر، الغناء، كل هذا الذي انتهض به علماء الشريعة. لكن لا، نريد أصل إلى منطقة ثانية. هناك استدراج حصل، جاءوا ناس يبحثون عن التقدم ولديهم في خلفيتهم الذهنية مشكلة صراع الدين مع الجمال مع الإبداع في أوروبا في القرون الوسطى، فجاءوا أصلا عندهم شيء من يعني شيء من توقع أن يحصل هذا، فوقع في الفخ أو تبرع. أكمل. تبرع الكثير من المتصدرين في الخطاب الشرعي بغير مبرر مقنع بأن قبلوا أن يكونوا هم في هذا الفخ، فدخلوا في صراع، هم أيضا دخلوا في صراع، استدرجوا هذا وهذا، دخل في صراع ما كان ينبغي أن يستدرج الجانبان إليه. بس النقطة الثانية، عفوا، لا ننكر في الجزئية دي المؤسسة الدينية
تركت المجال فارغا وتفرغت لأمور ليست من اختصاصها وسابت مجالها لآخرين هم اللي دخلونا في هذا الصراع. دلوقتي أي شاب بيفكر في الإبداع عارف أن هناك صراع ما بين المؤسستين وبيشوف بيتفرج على الأخبار وبيشوف تصرف الناس اللي هم حاطين نفسهم تحت عنوان الدين. هذا الذي أعني سيدي بالخطاب الشرعي لا أعني به خطاب المؤسسة الحقيقية. أنا لما أقول خطاب الشرعي ونحن مسؤولين أعني به كل من قال أنا شريعة ولو بغير حق. بس مقطع. هل ده معنى يعني أن المؤسسة الدينية أصلا أو يعني لها علاقة مفروض يبقى لها علاقة بالإبداع أو يعني بال وهذه النقطة الثانية؟ لا ولأن لها علاقة بس علاقة بالحياة. لها علاقة بالحياة. هذه النقطة الثانية التي كنت أريد أن أقولها أنا أذنتم لي وهو أن كلام الأستاذ الكبير طارق الشناوي من أن الدين هو الحلال والحرام مع احترامي الشديد له ليس دقيق، وربما نحن نتحمل جزء من مسؤولية أنه تصور هذا. إن الله جميل يحب الجمال. نعم الحلال والحرام هذه جزئية متعلقة بجزء في الدين اسمه الفقه الذي هو أحكام الحلال والحرام. الآيات الموجودة عنه لا تتجاوز ما بين 3-5% بالكثير، اعتقاد وفقه 3-5% من آيات القرآن، 95% من آيات القرآن قل انظروا أفلا يتفكرون أفلا يتدبرون. تنمية المفهوم الأخلاقي الجمال الأخلاقي نحن شاركنا في أسلوب الخطاب الذي لم يوصل للناس شيء عن الدين إلا حلال وحرام كأنها محكمة، أن يحصل هذا التصور عند شخص من المثقفين الكبار مثل الأستاذ طارق. لا يا أستاذ طارق، الدين ليس حلال وحرام، الدين ليس شريعة فقط، الدين الشريعة متعودة. ليس حتى الشريعة ليست حلال وحرام. الشريعة فيها الاعتقاد، فيها الفقه، فيها تزكية الأنفس والسلوك، فيها البحث عن الجمال في داخل الإنسان. بس مثل ما قلت أنت الحاجات يعني هو يقصد إن الموضوع إن أنت بتحكم على الفن وهكذا، مش بتكلم نما عنه يعني. لما بتيجي تحكم بتحكم هذا قبيح أم جميل، هذا عمل جميل أم قبيح، والقبح والجمال ده بيجي من أول التقنية، من أول طريقة عمل. من هرجع تاني أسأل في مفهوم العمل الفني، هو العمل الفني ده ليه معايير ولا لا؟ العمل الرواية لها معايير ولا لا؟ القصة لها معايير ولا لا؟ فإذا كان لدي معايير بحكم بيها حتى في النقد، في حاجات تخضع للجميل والقبيح وفي حاجات لا تخضع للاتنين، هتعامل معاها ازاي؟ طب انا عندي سؤال صغير يعني ممكن يعني يجلو نقطة. انا لو بعمل فيلم وعندي في الفيلم ده عاهرة تمام احدى بطلات الفيلم، اعمل ايه؟ يعني لو انا جبتها بتتكلم بطريقة العاهرات ودي نموذج موجود نعم وانا مش عايز اقول في الاخر ان العاهرة دي ست جميلة، لا انا عايز اقول في نهاية الفيلم عاقبتها سيئة. عاقبتها سيئة. اوف ده انا عايز اقول ان هي ست. ثواني بس. لا لا ده انا عايز اقول ان هي ضحية. ثواني ده انا عايز اقول ان ده اختيار. لا انا هفترض ان انا دلوقتي اهوت رايح علشان. لا ما هو برضه هي دي المشكلة. لا ما ضحية ما انتش. لا ما هو عشان كده طرحت. ضحية لا يعني انها مش جميلة. احنا عايزين الفن الحلو ولا الفن اللي هو المؤدب ولا الفن اللي هو. لا انا هفترض ان انا كمان بقول لان انا بقدم انسجام كامل طبعا مع التصور طبعا المجتمع ان الست دي لا وحشه وكذا. طيب يعني هل لو انا جبتها ككاركتر في هذا، هل لو انا سالت عالم دين وقلت له انا بعمل فيلم عن عاهره البطله دي هتظهر في الفيلم عاهره فلازم هناك اشارات لهذه الشخصيه وعايز اقول من خلال وهتبقى لابسه اريال لا وعايز اقول من خلال ده في الاخر الافلام اوعى تكوني عاهره فهذا الطريق يؤدي الى الجحيم والنار وحياتك هتبقى زفت بالظبط وهتدمر عيلتك والمجتمع هيرفضك وكل حاجه. كيف اتفادى اظهارها بل واقناعك بهذه الشخصيه؟ ما انا لازم اقنع، ما انا نعم. اللي بيكتب دراما ده انا مش بقول لك شايف دي كذا، لا انا بقدم تفاصيل. كيف اتفادى ده؟ ممكن اسالك سؤال هو مجرد الفيلم بس قبل ما اطلع فاصل انا هعلق المشاهدين يفضلوا معايا كده مش هجيب رد دلوقتي يعني. طيب هو انا العاهره دي لازم اجيبها في اوضه نوم وشبه قلعه ومعايا حد علشان تبقى عاهره ولا ممكن اعطي هذا المعنى بمشهد سينمائي ايضا وشفنا ده كتير بتعمل كده وبتعمل كده فانا اقدر اعمله كده واقدر اعمله كده. هل هتبقى عندك مشكله في الحاله الابداعيه ان انا لا الفن للفن فلازم تبقى يعني اهو اتفرجوا؟ طبعا في طرق بس بيوصل لدرجه انه يقول لك ما تظهرش بشعره يعني ان ممثله لا ده موضوع تاني توصلت لي شعره لا ازاي انا بوصل لده نوم يا استاذ خيري. السؤال اللي حضرتك بتساله ده اتسال مثلا من 200 سنه في بدايه ظهور المسرح انه ما كانش فيه ستات مثلا بتظهر بتمثل. لا يا سيدي ده انا طلعت فكانوا ثانيه واحده بس فكانوا بيقولوا ايه هو احنا لازم يعني نجيب ست عشان نبين ان دي ست نجيب راجل ويحط ميك اب ويلبس باروكه شفت بقى عملت ايه
انت عملت مبالغه معايا غير منطقيه. لا ده انا وصلتك ليه؟ لا ده انا قلت لك انت مقدمها قلعه وقلت لك في مشهد في اوضه النوم يا راجل. لا لا انا عايز اقول عايز اكتر من كده بحبحها. لا لا لا, 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 لا انا عايز اقول انه نفس السؤال ده ونفس الطرح ده كان منطقي. لا كانت الصياغه كان مختلفه وانت بتقول لي الست تبان او ما تبانش. انا بقول لك انت مطلعها قلعه في الفيلم وفقا وفقا. في مثال تاني يا جماعه, في مثال تاني. لا طب انا هاجل المثال التاني بعد الفصل. خلينا نخلص من الفصل الاخير وخلوكم معانا. يا رب لاجل النبي اكرمنا وراضينا وخلي العمال العاملين المخلصين تنور اراضينا ومس على الخزف والصيني موصيني يلي وضعت الامان عند رعيها سلم امورك وخلي الرب راعيها يا رب خلي العمال اصل العاملين مفهوم النعمة بيد ام علي يكون راعيها عالاصل دوت اهلا وسهلا. هذا قرار اقر واعترف ان هقدم برنامج اسمه الفاصل وهتبقى الفاصل هي البرنامج الرئيسي. يعني ساعه ما اقول لكم اطلع فاصل يبقى هنبتدي هوا وبعدين اقول لكم الان نبدا الحلقه معناه ان انا قوي. لكن هذا حصل في مصر قبل فترة وكانت سمعة غير طيبة اللي طلع هوا والناس ما هم عارفين انهم هوا وسوت مشاكل. طيب خلينا اقول لكم الاستاذ طارق الشناوي بيشترك معنا في الحوار تاني. هذا شرف. وصعد المسألة بس فيها جزء هيسمح لي انا ارد عليه لانه هو خلط شوية ما بين رأي المؤسسة الدينية او علماء الازهر ورأي المنتسبين او بعض العلماء اللي يعني اكن الاحترام للجميع ولكن اقوال قالوها على اغاني زمان. الاستاذ طارق بيقول عندما مثلا يرفض الأزهر أغاني مثل كوكب ثاني أو من غير ليل لعبد الوهاب. كوكب ثاني دي بتاعت مدحت صالح أنا عايز أعيش في كوكب ثاني. قالك إزاي كوكب ثاني ويهرب من كوكب الأرض ربضك يا زماني يا أواني يا مكاني. وده كان واحد بيقول إنه شيخ أو داعية قال علق عليها ما كانتش مؤسسة الأزهر الشريف. أو من غير ليه جايين الدنيا ما نعرف ليه لعبد الوهاب الله يرحمه. أو لست أدري لعبد الحليم اللي كان بيقول فيها على ما أعتقد قدر أحمق الخطى سحقت هامات الخطى. فهو يعتبرها حرام وليس قبيحة. ليس دور المؤسسة الدينية أزهر أم كنيسة أن تقول أن أغنية كوكب تاني قبيحة أم جميلة. ولكنه يقول كيف يقول مدحت صالح عايز أعيش في كوكب تاني أو لماذا عبد الوهاب يقول عايشين الدنيا ما نعرف ليه ويعتبرها حرام. أكثر من عالم دين مثلا اعترض على أغنية شادية غاب القمر يا ابن عمي بدعوى أن ابن عمها ليس محرم. ده كان الله يرحمه الشيخ كشك اللي كان بيقول لها أين كنت أنت وابن عمك أثناء غياب القمر يا شادية. فده كان طبيعة الشيخ كشك وطريقة الشيخ كشك نكتة كانت. لا هو كان ليه طريقة كده وخدني إلى أم كرسوم لما تقول خدني في حنانك خدني كان يقول لها خدك ربنا أم كرسوم. كان ليه طريقة الشيخ كشك الله يرحمه. في أنصاف الليالي إن حكم ديني مباشر على الفن وتلك هي الخطورة ولا تزال قناعتي. بشكرك طبعا أنك تدير حوار راقم مع أساتذة أفاضل أختلف مع رؤية بعضهم ولكني أقدره. طب ليه الشيوخ لما بيقولوا الكلام ده يا أستاذ خيري ما بيجيش عالم دين تاني يعني الشيخ اللي يقول كده يرد برضو عليه وبتبقى المشكله بس بينه وبين المبدع؟ هذا يحصل. ده على فكره ممكن برضه يحصل بس اللي دمها خفيف واللي فيها تعليق واللي عايز تشقطها وتشتغل عليها هو اللي بيتم. هذا شيء. والشيء الثاني هذا يحصل وبقوه ونحن ندفع ثمن الان وبالامس وغدا سندفع اثمان اننا نرد على هذا التخرص على الدين. لكن مره اخرى وهذا اؤيد به يعني يؤكده ما كتبه الاستاذ الكبير طارق الشناوي وهو ان انعدام الثقه اهتزاز الثقه جعل الإنسان يحكم حكم كلي. يعني الذين ذكرهم المثال أوضح الأستاذ خيري أن هذا ليس من 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 مؤسسة الأزهر ليس من المؤسسة الدينية. هذا كان واحد طلع وقال كذا وكذا وكذا. المشكلة الحقيقية جسور الثقة الضائعة
يوجد من المثقفين المبدعين أصحاب الجوائز العالمية في الإبداع من وقف ضد ما سمي حرية رأي في تصرفات رآها شديدة التطرف والخروج عن الجمال، مثل الأستاذ عبدو خال الكاتب الكبير في المملكة العربية السعودية. لما جاءت مشكلة الرسوم المتحركة في الدنمارك، طلع بعض المثقفين العرب قالوا لا، هذا من حقهم يعملوها، الرسوم المسيئة. الرسوم المسيئة الله يفتح عليك. عبدو خال قال لا، لا تكونوا ملكيين أكثر من الملكي. مسألة أن تكون يكون من حقه هو أن تكون نظرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ومسألة أن يغير الواقع بدعوى الإبداع هذا شيء آخر. طيب هذا مبدع وما حد يستطيع أن يشكك في قامة عبدو خال، لكن هو نقد من داخل البيت، ونحن أيضا يا أستاذي ننتقد، وبسبب انتقادنا نحن حتى نصل إلى درجة تهديد بالقتل يصلنا ولم نبالي. ما الذي نحتاجه؟ الذي نحتاجه مثل الأستاذ عبدو خال، مثل الأستاذ طارق، مثلك، مثل فلان وفلان، مثل الأستاذ طارق الشناوي. نحتاج أن نجلس لنوجد شيء يشبه حلف الفضول في التاريخ العربي، بمعنى تعالوا الناس الذين يبحثون عن الجمال وعن طاعة الله، ممن لديهم قدرة على أن يتناقشوا دون أن يتصارعوا، تعالوا بنا نحن نوجد لحمة، هذه اللحمة تستطيع أن توقف الفوضى المتطرفة من الجهتين. نعم. ممكن وبعدين مضيف. انا لم انتقد، بعد اذن حضرتك، انا لم انتقد فنا. عندما انتقدت عباره تخالف ما اعتقد لما سئلت عنها. نعم، لما سئلت عنها كمان لست متطوعا. تستطيع ان تشتمني بصوت جميل ملحن، تستطيع. نعم. ولكن هل هذا فن؟ فرق بين الفن الذي يعطيك صوتا جميلا واداء رائعا، وبين العباره التي اخالفك فيها. فهل مخالفتي فيها وبياني لهذا الحكم تسلط على الفن؟ كلا، لأن فتواك حتى لو أنت أفتيت من دار الفتوى المصرية أو حتى من الأزهر الشريف وقلت أن هذا النص مخالف للشريعة، فتواك غير ملزمة شرعا. الشريعة تقول أن الفتوى في غير القطعيات غير ملزمة. نعم. طب أنا بس طب أنا سبب المشاهدين بيسألونا عن فيلم العاهرة وأنا هنعديه، احنا لسه ما وقفناش، وابراهيم الجرح كان عايز يعلق على انا بقول بلاش المثال ده لانه هو مثال خلافي شويه، ونروح لفيلم زي فجر الاسلام الذي كان يقدم الكفار وهم كفار بيطعنوا في الدين ويعاقرون الخمر، وبتفرجوا على واحده بترقص وعند كل الموبقات المسمى التي لها اسما موجوده في هذه الافلام عشان يقدم صوره الكافر. صحيح هو في اخر الفيلم حواجبه بتنزل وبيلبس ابيض وربنا بيهديه ما شاء الله، بس برضه في الاول بيقدمه عشان يصوره ككافر بهذا الشكل. فما حكم الحاله دي؟ بلاش العاهره عشان جابت لنا كلام وجابت لنا خلافات. في حاله زي كده هو بيقدم كفر بين، بيقدم مش الحال، بيقدم كفر يفترض ان هو في حضره العصر النبوي الشريف. ما هو انا برضو انا عندي تساؤل حوالين هذا التساؤل. ليه، معلش انا اسف، ليه احنا بنسال رجل الدين كيف نصنع الفيلم او كيف نصنع الفن؟ اقول لك احيانا انا ممكن اسال رجل الدين زي ما قلت برضو في الاول، اساله علشان انا نفسي كشخص عايز اعرف اللي انا بعمله ده حلال ولا حرام. اقول لك احيانا ليه، او اساله كمبدع برضو علشان اتفضل. بوصفي صحفي، انا اشتغلت 15 سنه صحفي. الصحفيين عندهم ميل الى الطرافه، بيدور على حاجة عجيبة، والحاجات العجيبة بتخرج كتير جدا من داخل المؤسسة الدينية. عندهم ناس اللي هو ايه، انا متأكد 100% ان انا لو سألته عن خدني في حنانك خدني هيرد رد يضحك. انا معاك فبروح عشان اختلق او اصطنع. ده موجود في كل ايوه، بس هل واجب انه يروح يسأله؟ يعني انت اقريت ان انا وانا مبدع رايح اكتب رواية، حد طلب منك انك تروح تسأله؟ هنا ضميرك ورؤيتك للمجتمع ده لوحدها كفاية. يعني المفروض انك لما تعمل ما هو متصادم مع هذا المجتمع فتروح تسأل عالم الدين. أيوة. فيرد عليك. المفروض برضو عالم الدين يحترم رأيك. موضوع بقى متصادم مع المجتمع ده، انا شايف ان في اشكالية كبيرة في طرحه في القعدة دي. ان احنا احيانا بنفترض ان المجتمع هو بالفعل خلاص كون شبكته الاخلاقية وكون ما يحب وما لا يحب وما يريد وما لا يريد، واحنا بس بنستجيب لطبيعة المجتمع. المجتمع ما بيحبش الشذوذ فاحنا مش هنعمل عن الشذوذ، المجتمع ما بيحبش الكذا فاحنا مش هنعمل عن كذا. وبعدين بعد شوية بنيجي نتكلم على المجتمع على اعتبار ان هو ما هوش عارف حاجة وما هوش فاهم حاجة، واحنا لازم نتدخل عشان نحمي المجتمع من مش عارف ايه، ولازم نتدخل عشان نحمي المجتمع. فهل المجتمع، يعني امتى المجتمع بيبقى خلاص
نسمع كلامه وانت المجتمع احنا بنقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. انا شخصيا مقتنع ان احنا المفروض ما نقولوش يعمل ايه وما يعملش ايه. لما المجتمع يحب فيلم هابط انا اروح اشيله له برضه ليه بقى بنفس المنطق؟ يعني زي المجتمع نفس المجتمع اللي بيحب الدين وبيحب كلام ربنا يعني وعايز يسمع من حضرتك بيحب الفيلم هابط كده. ان المجتمع اللي بيحب فن هابط دي قطاع من المجتمع، شفت انت مؤشر؟ طيب اذا احترمت رغبه هذا المجتمع في رؤيه هذا الفيلم احترم رغبه هذا المجتمع في قطاع اخر رافض هذا الفيلم بكل وعبر بطرق مختلفة عن رفضه لهذا الفيلم. بص خير، هي المشكلة مش الكلام ده لما احنا نكون في مجتمع بالفعل خلاص بقى بيعلي من قيمة الحرية، هي بيعلي من قيمة الاختيار. بص يا عندي بعد اذنك، هو انت رجعت انتقدت المجتمع. هي دايما المشكلة نفس الفكرة. لا انا مش بنتقد، انت مستنيه لحد ما يفضل. لا لا مش المجتمع هو اللي بيفرض على نفسه. انت كده جعلت نفسك المعيار. لا لا خليني بس اوضح، مش المجتمع هو اللي بيفرض على نفسه اذا كان هو بيعتنق مبدا الحريه ولا لا. من يديرون شؤون هذا المجتمع من مؤسسات ومن حكومه ومن سلطات هم اللي بيقولوا له انت هتختار ولا مش هتختار. هم اللي بيختاروا. وهذه الاشياء اتت من على سطح القمر ولا اتت من الشعب والمجتمع هو الذي افرز هذه الحكومات وهذه الاغلبيه التي صعدت؟ لا 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 برضه مش كلها مولانا، برضه مش كلها مولانا. لا هو بيتكلم، هو بيتكلم في استاذ انديل برضه بيتكلم في كلام ما هو واقعي. ثانيه واحده بعد اذنك. انا عايز ما جاتش على سطح القمر بس مش كلها من كوكب الارض. ما نبص على انا عايز اشوف نوعيه الفتاوى اللي بتتكلم فيها. انا اريد ان اسال بكل بساطه، ايه الاشكال لما انا اسال عن قدر احمق الخطى فاقول هذا حرام لان القدر هذا مرتب من الله تعالى؟ حلو قوي. لم اعترض لا على صوت عبد الحليم ولا على فن عبد الحليم. انا كمستمع واعتبر عبد الحليم ده يعني مبدع من مبدعي مصر في الغناء. المشكله ان حضرتك لما وصوت حد ياخد راي حضرتك في تحقيق صحفي بيتكتب راي الدين، لكن لما حد بياخد راي حضرتي في موضوع صحفي ما بيتقالش راي الابداع. رجل الدين دايما بيمثل شيء، بيمثل المطلق بشكل ما. هو يعني مؤسسه، يعني هو مؤسسه اكثر تماسكا يا طارق. لا يمكن مجادلته. ما هوش هو مؤسسه اكثر تماسكا، انت مش هتقدر. انما المبدع هو قال لك ما تنكرهاش عليا. هو مؤسسه المسؤوليه هنا على من يا استاذ؟ اصل الابداع ده ليس شيئا وهميا، الابداع ده ينقسم الى مؤسسات شعر فن. أيوة أيوة. كل ابداع له تخصصه الذي يرجع فيه لاهله، زي ما انا صار الدين في عندي انا كمؤسسه دينيه او كرجل له يعني فكر وسطي، الدين ده علم وانكرت فيه على من يدعي التدين ويحرم على الناس معايشهم بدعوى انه مؤسسه. ليه الاستاذ طارق الشناوي ليه ناقد فني وليه بينقد الافلام؟ بس مش هو انا بس ثانيه واحده، ما بنقولوش مولانا طارق الشناوي. لا انا اقول له استاذ طارق يا سيدي، ما تقولوش مولانا، اقول له يا دكتور علشان هو دكتور يعني. انا مش باسم. طب معلش ثواني، هو بيتكلم بصفته ناقد فني زي الناقد الادبي اللي بيتعامل مع روايه، فانا بروح له، فلما بيظهر حد مش معترف بيه بيجي ناخد روايه بتقول ده مين. لكن لما بقول انه هذا راح لعبد القادر القطه، هذا سامي خشبه، هذا مين، انا بتكلم عن نقاد ادبيين اهو. لا يمثل الحقيقه ايضا يعني، ممكن اختلف معاهم. ما هي كلمه الحقيقه يعني اقصد في النهايه انت بتعترف بيه، الوسط المجتمع اعترف بيه لانه اقر ان هذا نتيجه لتراكمات وعلم، هو ناقد ادبي وانت ارتضينا في الوسط الادبي. مثال بسيط ان يكون مقيما الذي قد انا رافض حتى راي عالم الدين اذا سئل ان يقول رايه. طبعا لا انا ما قلتش كده، ما قلتش كده. عندي مثال بسيط جدا، عندي مثال بسيط جدا. جدي عباس خضر كان له في مجله الرساله بتاعت الزيات مقال يعني دوري، الادب والفن في اسبوع. كان دائما يأتي بكل المستجدات الأدبية والفنية وينقدها نقدا أدبيا فنيا. لم يعترض على أي أحد. ليه؟ وهو متخصص، وهو متخصص في الفن والأدب. لماذا لم يعترض؟ لماذا لم يعترض الناس؟ عقلية التخصص موجودة، المرجعية، كل حاجة لها مرجعية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في كل تخصص ما ينفعش أن أنا أمحو مرجعية معينة بدعوى أن هذا لا يروق لي. أنا شايف بس في خلط هنا مهم. لا لا أيوة. هناك فرق كبير ما بين حق المؤسسة الدينية فأن تبدي رأيها، والخلط اللي ممكن يصل للناس أن احنا بنتكلم على أن من حق المؤسسة الدينية أنها تدخل الجنة والنار، وأنها تمنع العمل، وأنها تصادر هذا العمل. المؤسسة الدينية عندما تسأل، أو عالم الدين الحقيقي عندما يسأل، هو يبدي رأيه العلمي اللي استقام من خلال الدراسه عليهم بمصيري. حضرتك وانا وكل اللي قاعدين عارفين ان المساله لا تقف عند مجرد الراي،
انت قلقان لان الناس بتصدقه والمجتمع بيتاثر بيه. لا بتقول كده بيخلي الناس تاخد موقف مني والسلطات والسلطات بتعتمد عليه في فرض ما تراه مناسبا. السلطات بتعتمد على راي الازهر في انها تمنع احيانا عمل بدواعي اخلاقيه واحيانا اخرى معلش خليني بس عايز اقول نقطه خلوه يتكلم على فكره المره هذه بتهمه انه يعني يستبد استبد عليه صح اعطوه وقته خذ انا عايز بس ايه يعني عشان نبقى واضحين هل احنا بنتكلم في الفن والابداع والدين ولا احنا بنتكلم في السياسه لما كلما هنتكلم هنقعد نلقي باللائمه على انه في شيوخ متطرفين بيقولوا للناس ما اعرفش ايه في شيوخ متطرفين في سمعة مش عارف ايه وفي مبدعين ما اعرفش ايه متطرفين احنا بنتكلم دلوقتي على بلد فيها ناس اغلبيه كبيره من الناس متدينه بدين الاسلام وبيثقوا في راي رجال الدين وعندنا مؤسسه دينيه بيعتمد عليها في حاجات شديده العظمه ومهام شديده مهام جليله الى الغايه وبيعتمد عليها ايضا والناس كتير شايفه كده وارجوكم صححوا لي بيعتمد عليها في ادوار سياسيه بيعتمد عليها انها تسد فراغ معين في احيان معينه وتبقى ظهير احيانا لقرارات سياسيه معينه الناس شايفه كده المبدعين شايفين كده وفي ناس كتير شايفه ان المؤسسه الدينيه دي بعض المبدعين بعض الناس بعضهم أيه. بعضهم اكيد مش كلهم طبعا بس ده راي يحترم ان احنا نذكره طبعا في ناس كتير شايفه انت قلت صححوني ومن داخل المؤسسه الابداعيه ظهير للسلطه صح طبعا بيعملوا لها صح. بيعملوا لها تسلم الايادي وبيعملوا لها حاجات ابشع من كده بس كتير. معلش انا لو شتمت مصطفى كامل عشان هو عمل تسلم الايادي محدش يقول لي لا 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 عيب حرام انت بتتكلم في ايه ده مولانا مصطفى لازم اقول لك حرام نعم لازم اقول لك حرام انا بتكلم دلوقتي على مش عاجباني لا انت لو شتمته ولا لو انتقدت نعم؟ انا اريد افهم لو شتمته ولا لو انتقدته لو انتقدته بلاش شتمته لو انتقدته حتى لو انتقدته حتى لو انتقدت مفتي الجمهوريه من حقك حضرتك بتقول كده انما اغلبيه الناس مقتنعه انه رجل الدين رجل الدين فمسؤوليتي الازهري هو شخص لا يخطئ ولا ينطق عن الهوى فمسؤوليتي ومسؤوليتك ان نشرح للناس الفرق بين عدم الموافقه في الراي بين الانتقاد المبني على منهجيه علميه صحيحه وبين الشتيمه والسب والاساءه هذه امور تتمحور ممكن نضيف لنقطه الثقه اللي حضرتك قلتها نقطه ثانيه برضو على نفس الدرجه من الاهميه اللي هي الاحترام يعني إذا كنا احنا محتاجين نبني ثقة متبادلة ما بين الناس وبعضها محتاجين نبني احترام بين الناس وبعضها احنا بنتكلم في فكرة الانتقاد والتحليل وغيره حضرتك تفضلت وقلت انه المرجعية هنا هختلف مع حضرتك تماما وهختلف مع كلامي اللي قلته في الحلقة اللي فاتت والحلقة دي الفن ليست له مرجعية الفن والإبداع مطلقين تماما من المرجعية اللي حضرتك بتتكلم عنه هو الصنع وليس الفن يعني أرباب الصناعات النحاسين لهم كبير وليهم حد يحكم عليهم وكده أنا حتى فكرة النقد عموما أنا ببص لها على اعتبار أنه هو يعني أنت كويس أنك تقول وجهة نظر في حاجة أنا طبقها بس ما تقوليش أنه هناك قاعدة ثابتة ومحكمة تحكم هذه الصناعة ممكن تحكم صناعة الطبيخ إنما صناعة الفن لا كل واحد له مدرسته كمان وصنعت الابداع لا فالمدرسه اصبحت قاعده مش حاجه هتفصل المسرح عن الشعر ولا تفصل الفن عن الخط ولا اي حاجه من دي كده ممكن اختلف فعلا مع ناقد كبير يعني هو جاي من تيار ومين اللي هيحكم بقى زي ما قال الاستاذ خيري بين لما انت عايز تطلع قيمه معينه في المجتمع وتريهم ان مسلك الفحش او الدعاره ده مسلك سيء هل يحكم يعني يديك المجال ان انت ايه المناظر اللي انت هتعملها في الفيلم واللي ما تقدرش تعملها الفن مرجعيه في هذا لا ملوش مرجعيه في معهد السينما عمرو عزيز زميلي دارس في معهد السينما كانوا بيعلموهم وبيعتبروا خطا لما يضع على نفسه رقيب في الجنس او السياسه او الدين اوعى تبقى على نفسك رقيب طيب خليني اتكلم من برا وجهه النظر دي هذا الذي أعنيه عندما كنا نتكلم سابقا باختلاف النموذج المعرفي بالضبط ولهذا نقول هناك فرق دقيق يا سيد إبراهيم بين قواعد في الفن وبين تقييد للفن أنا بتكلم عن الجزء بتاع هذا التقييد وأنه يبقى الفن نفسه مؤسسة ولها مرجعية وهذه المرجعية أحيانا بتستغلها السلطة عشان توصل خلي السلطة بين الاستغلال وبين العلم لا نتكلم عن شيء مثلا واحد الفن مش موضوعي ومش علمي استاذي هذه نفسها هي محل الاختلاف فيها فرق بين ان افتح افاق الفن واعطي الانسان مساحات الواسعه وبين ان اجعله لا منهجيه لا قاعده هذا شيء مختلف ودقيق وهذا الفرق بيننا وبين مدرسه ما بعد الحداثه لسبب لو جاء واحد قال انا سألقي عليكم قصيده عموديه
تمام؟ معنى ايش يعني ايش قصيدة عمودية؟ تفعيلة واحدة. يعني لها تفعيلة، لها وزن، لها اللي هو التفعيلة، لها قافية. وطلع واحد وألقى قصيدة لا قافية ولا وزن ولا حتى ضوابط لغوية يلحن فيها. هل تقدر تقول ان هذا فن؟ لان الفن لا يحتكم الى قاعدة. انا هنا ما دام التزمت ان فني مرتبط بمدرسة، جاء واحد قال لا انا شعري شعر حر، نقول لا هذا لا يطبق عليه قواعد التفعيلة. لكن مش ممكن عشان يقول انه شعر حر ما في اي صلة يا اخي بنفس الشعر. انا مش كلام رجل الدين الان. ايوه ايوه انا فاهم، حتى كفني يعني انا ليس عندي في مجتمع. هو حر، هو حر بس ما يقدمش نفسه على المشاعر. ما حد يمنعه، ما حد يمنعه، ما حد يمنعه. لا لا، في فرق بين كوني حرا. لا 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 لا، يعني مش حد يقول انا هعمل لكم فيلم وبعدين تخش فتلاقيه مسلسل. لا طبعا، هو على فكره لو عمل كده هيتعمل عظيم، لان هيبقى عامل مفاجئ وجديد وحاجه غريبه. وفي نموذج شخصي حصل معاه يعني انا الشيخ. ما عنديش الشيخ مثلا فرق. سيد الحبيب مثلا انا فوجئت انه قاري بعض يعني اعمالي مشكورا يعني الادبيه، واتكلمنا وقال لي على حاجات عجباه وعلى تحفظات. هل حضرتك وانت بتقرا كان جواك فكره ان انت ممكن تحظر؟ احسنت احسنت، هذا جدا السؤال مهم. طبعا لما ساقابل شخص وله خلفيه فكريه او معرفيه او ابداعيه احاول ان افهم من الشخص. شفت لك ستاند اكاديمي، استاذ ابراهيم اعرفه من قبل ولنا لقاءات، فقلت أريد أفهم شيء عن المبدع الروائي الذي سألقاه. قرأت في سيرة ذاتية أنه له جوائز وهكذا، وهذا شيء طيب. بحثت عن شيء له فوجدت فصل من رواية له اسمها شريعة القط، وفصل من رواية أخرى عن الضريح، فصل ثالث ورابع. فحاولت أبحث عن كتبه وجبت الرواية التي بعد ساعتين من البحث وصلنا إليها. لما جلست وهذا قلته في الفاصل، قلت أنا لم أقرأ لأبحث عن الزنديق القذر الوسخ المحارب للدين الذي جاء ليحطم الأخلاق لأجلده بعد ذلك، وإنما قرأت لأبحث عن الإنسان الذي لا شك أن لديه شيء سيقول لنا. وأثناء القراءة بهذا المنظار مررت بنقاط لم أتفق معه فيها، وبعضها أرى أنها غير صحيحة غير جائزة حتى دينيا، لكن لم يكن هذا الأمر الذي على أساسه قرأت الرواية. فلما قرأتها بهذا المنظار وجدت أني أستكشف إنسان له عمق. قرأت رواية وجدت فيها إنسان يكتب رواية بنزيف قلبه، قلبه كان ينزف فيضع الدواء في محبرة قلبه ليكتب روايته عن تجربة إنسانية حقيقية. الذي يريد أن أقوله أن لا ينبغي لمن أراد أن يتعامل مع هكذا عمل له عمقه وقيمته من منطلق أن أنا المسيطر، تعال بحكم عليك، يختبر كل هذه المشاعر الإنسانية والأدمية. يعني مثلا حتى العبارة اللي ذكرتها في أغنية عبد الحليم ذكرني قدر أحمق الخطى. الظاهر في النص ما هو؟ أنه شتم القدر، هذا محرم، لأن القدر الله تعالى يقدره. يستطيع شخص آخر يقول لا هذا نوع من المجاز، الرجل في بالزبط. كلامه أراد أن يشير إلى المشكلة الموجودة عنده بالزبط. في هذه الحالة الفتوى هنا، هل يقال أن الفتوى بالتحريم قطعية أو اجتهادية يا شيخنا؟ في الحالة دي لو حطت في السياقة وهو كان بيصف أن القدر سحقت هامتي خطاه، هو كان في حالة دمار فبيقول أن القدر خلص عليه. زي هذا الذي قال إذا الشعب يوما نعم أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذه ظاهرها كفر أن القدر تبع للناس، ولا فإن لكن الرجل كان يعني مجازيا معنى آخر. فهل نستطيع أن نقول أن الفتوى بكفرية هذه العبارة فتوى قطعية، أو أنه اجتهاد الذي أفتى بكفريتها من خلال فهمه للنص؟ حينئذ يقال ظاهر العبارة موهم، فتح الله عليك، والتوجيه الذي وجه بها له سليم. وجه صحيح. وحينئذ فأفرق بين الحكم على العبارة وبين الحكم على الشخص. هذا الذي نحتاج إليه اليوم في خطابنا الشرعي والديني. طيب أنا معايا تليفون ووقت خلص وحاجات كتير ومش قادر أخلص ومش عارف أعمل إيه. معايا الدكتور محمود المهدي رئيس مركز إدارة الفكر الوسطي، إرادة الفكر الوسطية. أهلا وسهلا دكتور محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي، أهلا وسهلا. أنا داخل أسأل ثلاث أسئلة سريعين، معرفش يتسع الوقت ليهم أو إذا كان لكم لقاء جديد. اتفضل. السؤال رقم واحد، لما نيجي نقول إن في نقابة للموسيقيين، فالنقابة دي بتعتمد المغنيين وتقول إن اللي بينشز أو اللي ملوش على المقامات الموسيقية فما بتعتمدوش كمغني في الإذاعة. هل دي تعتبر رقابة على الفن وتقييد للفن ولا لأ؟
فده سؤال موجه للجميع. رقم اثنين، في مسلسل شهير امريكي اسمه هاوس. هاوس بيحكي قصه طبيب، الطبيب ده له يوميات بيحكيها المسلسل. اذا كان المخرج والمنتج بيعملوا اداء لا يتوافق مع نظره الطب، فلما راحوا سالوا الاطباء الاطباء قالوا لهم لا اللي انتوا بتعرضوه ده مش ماشي مع الطب. فهل يعتبر ده في وجهه نظر المخرج والمنتج تقليد على الفن ولا لا؟ جميل. رقم ثلاثه، اذا قامت مؤسسه، اي مؤسسه جمعيه، بدعايه ما او اعمال مؤسسيه وادخلت طرفا من الدعايه فيها طرف ديني للدعايه، فأمجد الأزهر الشريف وقال العمل ده مخالف، هل سينظر المبدعون إلى توجيه الأزهر إلى أن تقييد حرية هذه المؤسسة أم لا؟ هذه ثلاثة أسئلة وشكرا لكم، وأنا آسف أن أنا أطلت عليكم. أشكرك جدا دكتور محمود المهدي. طيب ممكن تنسى خير عشان ما سمعتهمش كويس كمان. السؤال الاول حسب برضه ما سمعت في حاجه ضاعت مني، بيكلمكم عن نقابه الموسيقيين. لو واحد مش دارس على المقامات او بتاعه داخل اختبار والنقابه، ممكن اجاوب السؤال ده. طبعا تقييد لحريه الفن، اذا كانت نقابه الموسيقيين حاطه نمط معين او اي نقابه فنيه كمان حاطه نمط معين وقالت ان هو ده الفن وان اي خروج عليه يعتبر خطا، لا يبقى هي ملهاش في الفن. يعني مع كامل الاعتذار، ممكن تعتمد ناس ولا تعتمد ناس، هي حرة لان هي عندها قناة رسمية هي اسمها النقابة كذا اللي هيشترك فيها، حط لها شروط براحتها. زي عباس العقاد محاول صلاح عبد الصبور للجنة النصر ايام براحتها، هو حر يعني، هو حر. ده ما منعش ان ده يبقى شاعر كبير يعني. بس معنى كده ان اي حد بيعتقد انه بيعمل موسيقى يجب ان يدخل نقابه الموسيقيين حتى لو كان اللي بيعمله؟ لا 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 لا، في هذه الحاله، في هذه الحاله لا. اذا هناك من حق المؤسسه، المؤسسه انها اي مؤسسه في الدنيا تحط ضوابط، تحط ضوابط وتمنع مهنيه وعالميه. يا سيدي صحيح انها بتحرم المبدع، صحيح انها بتحرم الموسيقي من حقوق بعد كده، يعني بتحرم نفسها على فكره، بتحرم نفسها انها بتحجم نفسها. خليك في النقطه الخطر دي، لانه اللي ما هواش عضو في هذه الجماعات ما بياخدش حقوق ولا يحمى من اذاعه اعمال ولا بياخد رايتس ولا حقوق حاجه زي كده. هي بتاكل عليه عيشه، رغم ان هو بيبقى شائع ومقبول عند الناس، هي بتاكل عليه حقوقه. لا بتعتدي على حريته لانها بتخلق اطار وبتقول الاطار ده بس هو اللي سؤاله كده. انا فاهم الاطار ده بس هو اللي هياكل عيشه والتاني هيجوع. لو حد مش دارس واللي بيقدمه ده حسب المعايير العلميه في نقابه، مفيش علم للابداع. عبد السميع رسام الكاريكاتير لما راح روز اليوسف وراح ل... 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 انا اسف انا بدخل في اختصاص حد تاني. راح له قال له راح لحسين عبد القدوس وقال له انا ده كاريكاتير، قال له كاريكاتير يا عم، الناس مش واقفه على الارض. فبص على الرسمه لقى ناس طايره في الجو كده ومحدش مستقر على مكان. وعبد السميع لو قال له لا يا عم ما ينفعناش الارث، الناس موجوده على الارض، غير وجه الفن. فنان رسام طبعا ما حصلش في التاريخ كله، واحد من واحد فريد من نوعه. بس هتيجي تقول له لا احنا عشان نعتمدك عندنا في مؤسسه الصحافه غير كده روح ارسم على الحيطه، ده اللي بيحصل. ولو انت بقى محتاج المؤسسه، وطبعا في مجتمع المؤسسات فيها كل حاجه، هتضطر انك تنصاع لهذه القواعد بالظبط. وده اللي حصل، وده اللي حصل. المفروض بقى ده اللي حصل، احنا رجعنا انه رسم الناس على الحلقه. وانا مشكلتي في المؤسسه كمؤسسه ولا في عدم الثقه في هذه المؤسسات، انها ليس لديها معايير حقيقيه زي ما قلت لحضرتك. مدى دورها الحقيقي ده جزء مش في المؤسسه. ايوه هذا الكلام اللي هو انا سالت طبعا حقيقي لنفسها، لكن لا تتجاوز دورها باتجاه شيء اخر. طيب السؤال الثاني كان عن مسلسل هاوس اللي هو الطبيب القاتل. افضل ان انا اجاوب على السؤال. ماله بس انا مش فاهم السؤال. ممكن هو بيقول لك يعني ان هم في المسلسل في دكتور وناس في مستشفى. فلو المسلسل ده سال وزاره الصحه هل المعلومات اللي احنا ذكرناها في المسلسل دي حقيقيه ولا لا، فوزاره الصحه قالت لا المعلومات دي مش حقيقيه، فهل يعتبر ده تقييد يعني للمسلسل وتقييد لحريه الابداع ومش عارف ايه؟ ده بيرجعنا تاني للمثال اللي هو اللي قلناه بتاع الطفل وبتاع الكلام ده اللي قلناه في الفاصل، انه في فرق كبير جدا ما بين ان انا امنع شخص من ان هو يتكلم او يقول رايه في الحياه او يقول رايه في الطريقه اللي هو شايف بيها العالم او يقول رايه في الخير والشر او كده، وفرق ان انا امنع واحد بيرتكب جريمه.
انا دلوقتي لما اجي في المسلسل ومين اللي هيحدد لي دي جريمه ولا لا؟ ما انت اصلا رافض المعيار. أيوة انت رافض المعيار من اساسه. ثانيه واحده، انت مش انت عايز تخلط لي بين الحريه والانفلات. لا 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 لا, لا. انت عايز تقول لي خليني بس اكمل الرد على السؤال ده. حتى معرفه الابداع ان ده ابداع ولا لا لازم ليه معيار. لا مفيش معيار، حاجات نسبيه برضه. مفيش معيار يعني انا دلوقتي الجرافيتي ده في ناس يعني ناس بتوثق يعني دلوقتي ما عنديش معيار اعرف بان ده مبدع ولا لا. لا مفيش، ده في قتل للابداع. هو لسه حضرتك بتضيع لي الابداع على الاطلاق. مثلا ابدع شيئا اي اختلف عن السائد، ابدع شيئا اي اختلف عن السائد نبع عنه. زي ما عبد السميع طلع حاجه، ابتكر حاجه كويسه ولا وحشه. انا 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 ابتكر حاجه عجبت الناس، حاجه ما عجبتش الناس. دلوقتي هل اعترضت على خلق او على قيمه او اضرت بالمجتمع؟ شفت ازاي؟ هو ده المعيار اللي انا اضرت ولا اضرت؟ نرضى بهذا اللي تقوله. اوكي، ادي الكلام اللي ارسمهم رجليهم على الارض، ارسمهم رجليهم في السماء. دي مساله الخيال. بس ثانيه، الخيال بس كده، مفيش صح وغلط. الكلام اللي انت قلته برضو مرن وملوش معنى واحد، وبيتغير بتغير العصور وبتغير الظروف اللي الناس عايشه فيها. في فتره معينه زي ما ذكرت المثال اللي ما لحقتش او اشرحه بتاع الفتره اللي كان فيها الستات ما بتمثلش اصلا، مش مسموح ان الستات تمثل. وقتها كان المجتمع شايف ان هو ده فعلا عاداتنا وتقاليدنا، يعني ايه ست تطلع تمثل؟ بعد كده ده اتغير وبقى يعني هراء. وحضرتك تصورت ان انا ببالغ وبفترض؟ لا، ده كان حاصل فعلا ولسه موجود في بعض المجتمعات بحكم الظروف اللي هي فيها. ففكره انه ايه الصح وايه الغلط، ايه العيب وايه اللي مش عيب، دي حاجات بتتغير. احنا ممكن في وقت من الاوقات بتتغير يعني مفيش مطلق، مفيش عندنا قيم يعني نسمح بافلام الجنس. في قيم اخلاقيه، في قيم اخلاقيه والقيم الفنيه لازم نمنعها. اذا ما في معيار ليه ما فيها فن؟ مفيش معيار ليه تمنعها؟ ليه امنع ايه؟ الابداع يا راجل. مش على فكره، على فكره انا ما اقدرش انا في المجتمع. لا، هذا افلام الجنس لماذا تمنع؟ افلام البورنو مثلا بالذات كمثال تمنع لان دي فيها جريمه. ايه هي الجريمه؟ ايه هي الجريمه؟ ان في ناس بتجبر على ان هي تعمل حاجات ضد رغبتها، وان هي ضد حقوق المراه، وان هي ضد حقوق النساء، وان هي من قالت ضد رغبتها؟ هي تقول اذا جاءت، طيب اذا جاءت ممثله وقالت انا في حالات كتير جدا. هقول لك مين قالت. هقول لك في حالات كتير جدا لممثلات بيرفعوا قضايا وبيتم الضغط عليهم وبيتم من طيب لا ده بتفرض العدل. لا لا لا، لو ما ضغطش عليها هل هذا هو السبب؟ لو ما ضغطش عليها هل هو هذا السبب في المنع؟ اللي هو ايه؟ ان بيتضغط عليه. المنع بقى اللي انا بطالب بيه. أيوة. المنع اللي انا بطالب بيه يجي. أيوة. ازاي؟ وده اللي بيحصل فعلا. المجتمع زي في امريكا. تمام. الافلام دي مش ممنوعه والناس بتروح تشتريها وتدفع فيها فلوس والحكومه بتمنعها، ولكن في نفس الوقت اولا في مفكرين ومثقفين ونشطاء وناس. أيوة. بتتكلم ومسموح لها المجال ان هي تطلع وتقول ارائها اللي هي هتكون ضد الافلام البورنو، بس هتكون برضو ضد الضرائب. انت قفزت ضد الحرب على الارهاب اللي سيدي قديل. انت قفزت جزئيه اللي هي في امريكا وفي كل مكان في العالم في سن قانونيه لشرائها. ايوه صحيح. اه، على اي اساس وضع هذا السن القانوني؟ ايه المعيار؟ ودي النقطه اللي انت بتنكره المعيار. دي ما فيش معيار. دي النقطه اللي اتكلمنا فيها في الفاصل. أيوة. اللي قلنا انه فيها دلوقتي في ناس علماء اجتماع وعلماء نفس واطباء بيقولوا دلوقتي الطفل لما يتفرج على ماده ترتضي المرجعيه ليه؟ علشان ده علم. ده علم. لا خلوه انا عندي رد. خلوه اتفضل. ده علم مبني على التجربه والخطا، وعلم طور نفسه من خلال النقد اللي وجه. تمام. اليه علم مش محرم ان انت تجادله ولا تمام. محرم انك تناقشه. تمام. علم مفتوح لاي حد ان هو يتعلمه، مفتوح لاي حد ان هو يستفيد فيه. تمام. فهذا العلم الانساني فهو ثابت وليس نسبي. لا طبعا مش ثابت، اللي بيتغير. ما لسه بقول لك تطور. كيف اسمح لشيء قابل للتغير ان يحكمني بقانون والتزم له واعمل عليه؟ انا نفسي انا ليه ما ينفعش اوري بنتي فيلم هذا السؤال عليه الكبار فقط؟ أي؟ لان انا راشد استطيع ان انا اشوف الفيلم ده اقول على اي اساس اعتبرت نفسك راشد وهي ليست راشده؟ لا، لماذا جعلت القانون يفرض؟ القانون ترى هذا كلام جوهري على اللي قاله انزلي. ايوه على اي اساس اعتبرت طفلتي عندها مثلا 5 سنين؟ لا طب خلاها 12 سنة، خلاها 15 سنة. لا لا، أنا على المبدأ 17. أنا على المبدأ لو 5 سنين، أنت على أي أساس تصادر حقها في يعني أنها تشوف؟ لم تبلغ يعني لما تبقى بنتي مثلا. أيه؟ لم تبلغ بعد. لم تبلغ سن. مش فاهم أصلا يعني إيه يعني جنس ولا يعني علاقة جنسية. لماذا؟ إذا وصلت سن البلوغ هتبقى. لماذا؟ أنت شوف يا سيدي الفاضل. شوف يا سيدي الفاضل. السؤال بتاع حضرتك فيه مشكلة كبيرة. أيوه هذا إن هو فيلم وتختار إنها تشوفه أو ثانية. لا لا، أنا أتكلم عن لب المسألة. 5 سنين، 10 سنين، لماذا تمنع؟ هقول لك لماذا تمنع. أيوه، لأنه المطالبة بعدم المنع والمطالبة بالحرية ما هياش قائمة على فكرة إن إحنا نرفض القيود وخلاص. نرفض محاولة تكميم الأفواه وخلاص والكلام الرنان. تمام. ولكن المطالبة بالحرية هي سعي لمجتمع أفضل زي سعي حضرتك بالظبط. بمعيار من؟ بس في اتجاه مختلف. بمعيار من؟
بمعيار المجتمع هو اللي بيحدده مع نفسه. يعني العلماء بمعيار الفرق بين من الذي يقول بالاهليه؟ من الذي يحدد الاهليه؟ يعني انا بشوف برنامج يبقى هو ده الفرق ببساطه شديده بين الحريه والانفلات. ما هو ما يعني الذي كنت اريده سامحني يعني تطفلت على دورك لا خالص خالص بالعكس انا ما قفلتش علشان انا الذي كنت اريد ان اقوله شيء انه لا يوجد احد مهما ادعى انه مطلق الحريه في ابداعه هو مطلق الحريه الاطلاق هذا ثانيه واحده بس ثانيه واحده عشان حضرتك قلت الجمله دي المره اللي فاتت وانا ما عرفتش اعلق عليها مش معنى ان احنا متفقين انه ما فيش حريه مطلقه ما هو الطريق الى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنه ما انا بقول يا جماعه انا عايز بس احميكم من شرور ما اعرفش كذا فهمناكم من دي وبعد كده منعكم من دي وبعد كده منعكم من دي فنوصل لاخر نبقى كوريا الشماليه تمام اكيد طبعا وعلى فكره عتات المدافعين تمام بس انت الحرية. هنا انت هنا قبلت يا سيدي يعني انت هنا قبلت ان تضع معيار واختلفنا في ما هو المعيار هو معيار معيار عشان بس تعرف اللي انت الجواب الاخير هذا ايش هو هذا نفس مشكله المتشدد في مقابله المتشدد الديني اللي قال ممنوع الست تسوق العربيه قلنا له ليه قال هذا سد للذرايع انت لو اعطيت الست فرصه انها تسوق العربيه هي ممكن بعدين تخرج ويغريها رجل وتنحرف تمام اللي يسمونه المبالغه في الكلام عن سد الذرايع انا من اللقاء الماضي واليوم اسمعكم تكررون نفس النظريه وهي ان صحيح انه ممكن المؤسسه الدينيه تقول ذلك وهذا من حقها لكن في ظرفنا نحن اصبحت نخشى ان تتحول المؤسسه الدينيه الى وسيله بيد الحاكم مش حتى لا الوضع وغير الحاكم وكأن القيم وكأن القيم والمثل تحولت الى سد للذرائع يعني هي فكره سد الذرائع اللي احنا ننتقدها على المتشددين الدينيين الان تاتينا ايضا بالكلام عن الابداع لا معلش انا متاسف انا مش بطالب بان احنا نقلل من سطوه السلطه الدينيه على الابداع عشان انا اخشى لا يوجد إن هي سطوه على الابداع انا بتكلم على الوضع اللي احنا فيه نحن نقول لا يوجد سطوه على الابداع حضرتك المشكله يا سيدي المشكله ببساطه شديده كيف نحاكم مجتمعا له قيمه ومثله ايوه بمجتمع اخر اختار أن لا تكون أن يكون القيم والمثل نسبية بس حتى القيم لا 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 تختلف من شريحة لأخرى اجتماعية بالمناسبة هو صحيح لكن أيوة. لكن فيها مسلمات مش مشتركة المجتمع ده برضه مش حاجة كده يعني لكن فيها مسلمات مشتركة في مشتركات ولا هذا الذي نسميه الشيء القطعي عندنا في الشريعة شيء اسمه قطعي لا يمكن مسلم في الأرض يختلف على أنه لا إله إلا الله هذا اسمه قطعي لكن في كثير من العلماء المعتبرين يختلفون هل يجوز هذا الفعل أو لا يجوز هذا الفعل هذا يسموه اجتهادي كذلك في المسائل المتعلقة بالمبادئ والقيم الأخلاقية للمجتمع ما فيش مجتمع محترم يقول أن الكذب ليس برذيلة وأن الصدق ليس بفضيلة حتى وإن كذب بعض أفراده حتى وإن مارس لأنه يعلم أنه يكذب تماما في هناك منظومة قيمية تعتبر مسلمات حقيقية في المجتمع تمام. اليوم الكلام عن الإطلاق اللي هي منهجية ما بعد الحداثة يقول لك لا حتى اللي تقولوا عليه أنتم جمال وحق وعدل يقولوا ما في شيء اسمه جمال لا يوجد شيء اسمه جمال ولا حق ولا عدل الجمال ذا شيء نسبي فأنا لما أرسم صورة السيد المسيح ببول وهي لوحة مشهورة فعلها أحد الذين يدعون أنهم مبدعين فأنا هذا الجمال بالنسبة لي أن أرسم صورة السيد المسيح بالبول طب هو هذا الجمال نسبي يعني مش لازم يكون نموذج متطرف قوي زي ده انا ممكن لكن واقع على فكره يعني القوانين بتوضع للتطرف يعني وللجرائم والرقابه بتوضع لذلك ليس للعادي ولا صحيح يعني انا يعني انا لست ضد وجود النسبيه يا سيدي لا لوضوح الديكور ده جميل وحضرتك تشوفه غير جميل او النسبيه هي الاكثر في الحياه النسبيه هي الاكثر في الحياه وفي الدين حتى لكن هناك حد معين من المسلمات على المستوى الشرعي طيب أنا يعني وهناك حد من حد من المسلمات حد من المسلمات على المستوى الاجتماعي إذا رفضت احترام وجود مسلمات مجتمعية واعتبرت كل شيء نسبي ومطلق ينهار المجتمع لا محدش جملة جملة أخيرة أنديل أنا المسلمات اللي حضرتك بتتكلم عنها دي موجودة في كل المجتمعات وكل المجتمعات هي هدفها إنها تحقق مستوى من العدالة ومستوى من السلام ومستوى نعم. من الجمال وترقية النفس الإنسانية وترقية الضمير الإنساني في كل حتة كل الناس بتسعى ان هي تعمل ده بطريقة غير التانية ومن خلال التجربة والخطأ والتعلم والنقاش والكلام وكل واحد يطلع اللي عنده زي ما احنا بنعمل كده نعم. ده اللي وصل المجتمعات اللي حضرتك بتقول ان هي مجتمعات فيها الأخلاق نسبية الى اللي هي فيه وده اللي وصلنا للي احنا فيه احنا دلوقتي عايزين نشوف هل احنا باللي ماشيين بيه ده احنا كده كويس ولا محتاجين نقف ونفكر ونقول يا جماعه محتاجين نقف الكلام اللي احنا عمالين نردده محتاجين. الاخلاق والفضيله والمش عارف هل الكلام ده فعلا هو معنى ممارسه ولا لا وبعد ما نقف ايه هو معناه وبعد ما نقف هنتحرك على اي اساس
هو هنا وجه الخلاف الاساسي. نعم. هنتحرك على اساس انه المجتمع ده بيسعى انه يبقى شبه المجتمعات الاخرى شرط. اللي تبنت واعتقدت في معتقد ما بعد الحداثه واللي هو فيه كل حاجه فرديه ومطلقه، ولا ممكن نقف مع بعض؟ انا حاطط نفسي حكم في النص، ولا ممكن نقف مع بعض ونقول ان احنا هنختار في الاخر ان تبقى مرجعيتنا دينيه واساسها كذا واساسها كذا واساسها كذا؟ لانه انا لاحظت من كلامك انه العنصر، انه هذا العنصر مستبعد. عنصر ايه؟ اللي هو عنصر الديني. عنصر الديني. لا انا ما قلتش كده. انه كمعيار الخبير انه كمعيار. لا بس الوضع الفني لا احنا بنرجع باللي احنا فيه. احنا نضع خطوات جديده. انا سمعت لحظه يا استاذ خيري، انا سمعت حضرتك بتقول انه الخبير الاجتماعي رايه معتبر لانه علم ولانه انساني ولانه مر بالتجريب ولانه ولانه ولانه، وما سمعتكش او حتى يمكن لفظا، وصححني اذا كنت غلطان، لفظا انكرت انه هذا الفقه، او ضمنا انكرت ان الفقه والعلم الشرعي علم اصلا وانساني وخضع للتجريب وخضع للتجريب. ده ما يقدرش يصادر فيلم وبالتالي رايه يعني انا قلت في اول ما قعدت خالص قلت انه الانسان اللي بيحترم الراي الرجل الدين وبيعتبره قائد ليه وبيعتبره دليل ومرشد والكلام ده كله، دي حاجه عظيمه جدا، والدين ما حدش يقدر ينكر قد ايه هو ساهم في ان الانسانيه تتطور وفي ان البشريه تبقى اكثر يعني سلام. مش كعنصر اجتماعي. واحيانا ثانيه اسيء تفسير الدين. مش كعنصر اجتماعي. لا ثانيه واحده كعلم. ثانيه واحده كعلم. انا ممكن مش كعلم، كمظله فوق كل ده. انت اعترفت بان الخبير قد يكون علم الخبره العلم النفسي، العلم الطبي، العلم الاجتماعي. وانا مش عايز اساوي وانا مش عايز اساوي الدين بهذه الامور. هو مظله اعلى من كده بكتير طبعا. هو له دور غير ده. في جزء علمي وفي جزء علمي معتبر، وله كيانه وله برضه تجربته وله خطاه وله نقده وتجريحه كل حاجه. يعني هذا العلم هو علم موضوعي مؤكد وتقدر ترجع له على اساس ان هو مظله اعلى. ارجع له في تقييم الفن؟ مش ترجع له في تقييم الفن، ترجع له في الحياه التي يعني تشمل الفن. وهل ينفع ان انا استخدم كل الحاجات اللي انت قلتها دي في تقييم الدين؟ يعني هل ينفع ان انا استخدم الطب في تقييم الدين بما ان ده علم وده علم؟ انت مش هتقول الفن في تقييم الدين. بتقيم مش شريعه، بتقيم بل مش ينفع. يجب على العالم في الجزئيات التي سيحكم فيها فقهيا بجواز او عدم جواز ولا علاقه بالطب، يحرم عليه ان يفتي قبل ان يرجع الى الطبيب. الامام الشافعي بيقول على الماء المشمس ولا اكرهه الا من جهه الطب. الإمام الشافعي. وجاء النووي بعده وقال تزول الكراهة لأن الطب عندما تطور نفى أنها أنها أن 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 هذا الأمر يضر. طارق كلمة أخيرة. يبقى في تداخل. يعني أنا سعيد بالحوار وسعيد يعني بهذا الشكل من أشكال العصف الذهني، وأعتقد أن هذه الصيغة في التعامل. وبالمناسبة إحنا في مشكلة عندنا يعني كبيرة قوي، أن إحنا لازم نتفق، مش لازم نتفق ولا صح. بالضبط. صح. إحنا لازم نتفاهم. يعني لازم نكمل حوار ولازم نعترف أن بينا أرضية مشتركة. كما يقول الأزهريون فرق بين الفهم والتبني. نعم. ليس شرطا أن أتبنى رأيك، لكن ينبغي أن أفهمه ما دمت أعيش معك في وطني وسأحترمه حتى لو اختلفت معه. نعم. أنا بشكركم جدا يعني على مدى أسبوعين أنا استمتعت جدا وأتمنى أن ده يحصل كل يوم يعني. بشكرك إبراهيم، دكتور محمد، أنديل، طارق، شكرا سيد الحبيب. حضرتك معنا الأسبوع الجاي يعني هتكرمني الاسبوع. انا بستغلك اقصى استغلال على الهوا كده عشان انا نفسي اعمل حلقه عن المراه في الاسلام، وعندي مشكله لاني اعرف ان علماء الازهر الشريف ومن يسيرون على نهجهم ما بيلتقوش على الهواء بامراه غير محجبه الا اذا كانت على غير الدين الاسلامي. فهذا ليس كل علماء الازهر، هذا خيار للبعض، لن يعني لا نعمم على كل علماء الازهر. طيب حضرتك كنت معايا حتقبل لو كانت مسلمه غير مسلمه؟ انا اعرف وكان لنا تجارب قبل ذلك. نحضر غير مسلمه غير مكلفه. نعم، لكن لو مسلمه. المسلمه انا ما اعتاد اجلس معها. بيقول كيف تلزمها؟ انا لا الزمها. نعم. انا الزم نفسي الا اجلس معها اذا كانت ستظهر امام الشاشه وهي غير محجبه. امام الشاشه فقط بس علشان يبقى الكلام واضح له. نعم. وتفسير خاص علمي. أنا أتمنى من السيدات والمثقفات ومن لديهن رؤية عن تصادم ووجود الأسبوع القادم هنحدد هتكون الأربعاء أو الجمعة لما أشوف سيد الحبيب علي الجفري. أنا بس أعرف أن الوقت انتهى، أود فقط أن أشكر الشباب على هذه الحلقتين، هاتين الحلقتين. تعلمت، انا لا اتكلم من باب ساتواضع وغيره، تعلمت من هذه هاتين الحلقتين الشيء الكثير من الشيخ اسامه لكن تعلمت منكم اشياء جديده لم تكن عندي في معلوماتي.
أطلب منكم المسامحة إذا صدر مني سوء أدب بقصد أو بغير قصد بمقاطعة أحد أو الاستئثار بالحديث على أحد. النقطة الثالثة، أصر على أن يستمر نقاشنا بعد الكاميرا، نحن نحتاج إلى جلوس في أريحية أكثر ووقت أطول للحوار. زي الفواصل برنامج الأستاذ خير ضيق علينا بصراحة. أشكر أكثر من كده إلى ساعة ونص فوق الوقت. أشكر الأستاذ خيري على هذا يعني الجهد الكبير الذي فتح به بابا، زملائي في الإعداد اللي بشكرهم، فتح به بابا كان مغلقا، وكذلك الشباب الأستاذ محمد فتحي والمخرج والذي لا يراهم الناس الذين يقفون وراء آلات التصوير الله يبارك فيهم ويشتغلون، نشكر الجميع في ذلك. وأعتقد أن نحن الآن أننا نخطو خطوات نحو المقصود، وهو أن نتفهم بعضنا البعض لنستطيع أن نعيش في الدنيا الصغيرة، في القرية الصغيرة اللي اسمها الدنيا، دون أن يبني أحدنا وجود الآخر وجوده على إلغاء الآخر، على 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 إفناء الآخر. نعم. لأن تصارع البقاء كما يقول شيخنا الإمام ابن بيه حفظه الله، ابن بيه حفظه الله يقول تصارع البقاء يفضي إلى الفناء. إذا فكرنا بهذه الطريقة، شو الشباب الذين قابلونا تغريدة امبارح أو ريتويت فجرا، تصارع البقاء يفضي إلى الفناء. نحن ينبغي أن ننقل هذا المعنى إلى حياتنا الذي رأيناه في هذه الحلقات، ننقله إلى حياتنا. سأخرج وأنا غير متفق مع الشباب في أشياء، بل ربما بعض الجزئيات لعل بعضكم لاحظ في سيدي محمد وسام في لمعة عينه أنه غير متفق معي مع جزئية شرعية كنت أذكرها. كنت سعيد جدا. هذه الميزة التي نتكلم عنها، وهذا الذي نحتاج إليه، وجزاكم الله خيرا. أنا بشكر حضرتك جدا، بشكركم. غدا حلقة جديدة، وبعتذر لك حازم الحديدي مدير القناة، قاعد كل شوية بوظ له الخريطة بتاعته، سامحني، بس الصحبة دي نادر انها تتكرر. بشكركم، دي كانت نهاية حلقة النهاردة. غدا حلقة جديدة من ممكن مصر بخير، طول ما انتم بخير، تصبحوا على خير.